مرحبا بكم يا سيدي، مرحبا بكم في التورنوا التيكن كواليفاير راوند 3 اللي بطبيعة باش نعرفوا به شكون يعني اللي باش يترشح معنا للفاينلز اللي باش يهزوا البالي 2022. مخاطبكم معز صفاقسي شهيرا باع الحمون، معايا بطبيعة اخواني وزملائي في التعليق، خليكم الكلمة. الزملاء في الحافلة، السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في الراوند 3 نتاع الشامبيونشيب تاع تونس. دي كنسل نعطي الكلمه لخويا ازمو نسيدي يكمل يقدم شويه. اهلا وسهلا ناس الكل، فصل شويه شنو باش يصير اليوم، شنو هي البراكت وشنو هي والله اليوم اون جينيرال فماش برشا تعطيك بسوف الاطراف، برشا تراح تعدي مع الترابيد، لعبات كانت موجوده ديجا جوري تاو تستنى معناتها باش يديرو الاطراح نتاعهم. بيان بوركو با نعملو طلع على البراكت كان تحب. با فازي يلا. دونك نتصور زاد حتى الخدمة تاع علاش كانت رابيد ياسر المرة هذي وحتى اللي قبلهم كيف جا وقتها حاولنا نبدلوا شويه في القوانين فيكو العام اللي فات تعرضنا برشا مشاكل في التنظيم وكل شيء، دونك على ضوء الشيء اللي صار لنا العام اللي فات بنينا وصلحنا ونقصنا وزدنا شويه رولز قوانين باش ننظموا اكثر. هذيكي الاكسبيريونس تعلمك، الخبره تعلمك للقدام، دونك برشا حاجات نقصناهم، برشا حاجات نظمناهم، زدنا حاجات الحمد لله. عام سنة ولا دونك في ظرف بريسك ساعة ونص كملنا حتى كشل التوفيت حاجة باهية على الأخر. نجم حتى نقول لك دون ماكس دوزور نجم نكملوا كومبليتمون المهم في الفينال حتى كشل الفينال. دونك بيان سور حسب شنو باش تعطينا المقابلات وحسب شنو الجوريت يلعبوا الماتشوات للروندة الأخرى للدقيقة الأخرى، يعني غنشوفوا شنو الفورمة بتاع الجوريت في الكواليفاير الثالث هذايا. كالعادة نفكروا مشاهدينا بالطبيعة اللي الأول والثاني من كل دورة يعني اللي تصير تو هما اللي باش يترشحوا للفاس فينال بالطبيعة اللي باش تتلعب إن شاء الله يوم 18 جوان. بالنسبة للبراكت كما قاعدين نشوفوا في التوبويت عندنا ذيحة مروني ممتازة، علي الشابي من كبسة، سليم جماعي من المنزة، ماجستي عبد الحميد، وفي اللوزر كيف عنا كبير محمد امين عبد الواحد، تيزا امين عرعاري، وابراهيم الازرق ومن الاتي بي اتي بي ابراهيم الازرق اتي بي اي سبورتس ومستر تونسيا ملك النيل. فوالا دونك هذا التوب ويت نتاعنا. سيفي نوكتس كونتر اوسكار بطبيعة هذا ماتش ابارامون يعني ماهوش غريب علينا نعرفوه ديجا، يعني الاسكا تاع اوسكار يعني شارك في برشا تورنوات قبل فما يعني فما معرفه معينه للماتشاب حتى مش ككاركتير كجوار، يعني نشوفوا اسكو شنو تعطي اللقاء هذايا ما بين سيفي نوكتس واوسكار. بالنسبه للقاء الثاني عندنا سبيد نيز فيرسس روك، هذا زاد لقاء نشوفه بالطبيعه شنو مدى يعني الجوريت مستوعبين الماتشاب نتاعهم ولا لا، خاطر بصراحه مش ديما نشوف روك كونتر سبيد نيز سيرتو في مراحل متقدمه هكا من التورنوا. بالنسبه لللوزرز عندنا جاي بوت فيرسز بلاك فيوري، مع العلم انه جاي بوت لاول مره يشارك معنا يعني في التورنوا البطوله التونسيه، اداء يعني باهي بصراحه اليوم يعني كان مفاجاه طيبه. بالنسبه لمين كيف بطبيعه عمل زاد اداء ممتاز، خلينا نشوفوه توا في التوبويت. يكون ماتش نتصور مشوق على الاخر، براين فيرسز جين على حسب يعني التوقعات. بالنسبة للقاء الاخراني اللي في التوب ويت لوزرز عندنا رايجيكي فيرسز ريد جرين ايز، بون نتصور حسب التوقعات يعني كلوديو فيرسز ارمور كينج.
ماتش مش ديما نشوفوه هذا زيد وسام يعني فريمون ماز الماتش بدا والروند الاول وفت اي اي ما انا اخوك سرحت مع الـ مع الـ على البراكت براكت خاطر بصراحه ياسر مشوق ماتش مش ديما نشوفوهم كيما الماتش هذا بالضبط زاد الروند الاول عند سيفي نفيس اي وكل مره بدلنا في اسم ولا محاله ميسلش كنا سامي كل اخويا شيخ وعلى سامي هذا كابسودو هين جيم هو هو امبسيب يعوم بحره يلعب ميغيل اما اليوم بحرك تشوف فيه بدل معناه كومبليتمون اليوم بدل كومبليتمون الكاركتير حاب يبدل استراد بتتر كونتر على شيبي هو بون هو يلعب هو جولي بيري عالبور هو يس باك فو باك وان ما بنيشش بالصحيح ما بنيشش بالصحيح عليه هاي لا 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 خذيه فيه برشا ريسك ورايزنج فور انت راكش درايف ست سكوند 6 5 هاي ويزا هز الروند باك باك وان ومن بعد تو حلوة دونك يا مالك راهو الشوا ماهوش غريب برشا نتاع ليو هذا خاطر نعرفوا اللي من لي جوور نتاعو ليو فما ميغيل ونوكتس وليو اما كيف نتصور ماتشاب هذا ارتاح له على هذاك هبط اختار انه يبدل جوور فهمتك صح هو شاف لي اليوم نهار باش يحط كاركتر جديد ذات الاستراتيجي منه باش يربح تورنوا بالضبط جا كان الهيستوريك نتاعو يا خلينا نشوف لا كومبو جميل ياسر حلوة حلوة ملا وول كاري وملا كومبو حلو ياسر كومبو من عند اوسكار بريشر باهية من عند توفلو تاك 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 يب يا شو دي قاد مازال ضربة تاك سويب مشيت ويرجع بيرفكت 7 جولدن ليترز حلوة ياسر عطيه الكمبيالة روندا بروندا فهمتني القضية موجودة زادة تعديني يقضيه مليح انظر هي طول كيري حلوة ياسر الكومبو فين الراوند انا الحيط ما خليهش ما عملش حاجه اوبتيميزي اوه تاك تاك باهي جود بيشنس لا وفت الروند يظل لي ما نعرفش ما صارش لحظه اون بلوكو بلو فت بلوك يا عاود هالو يعني ما انا حتى على الاول وقت عمل جربوا على الاول ما حصلش فيها ما حصل فيها كده اي من الاول كان صبر ومن بعد عاود هالو خطه بها يا باختو بها الروندا كانت بصراحه الروندا كانت عند بكتيس الروندا صراحه كانت بعد كيفاش عاود خذا الوول بريشر توفو خلاه في سيتواسيون خايبه ياسر ومن بعد ما خرج كومبليتمون من البول بقى شاد البريشر توفو سي بيان في صحه انا نتصور توا نكتيس باش يرجع بالكاركتر نتاعو يجيب ميغيل نتصور باش يرجع يجيب ميغيل يمشي للسوق يهزو للسوق يتسوقوا شويه في زوز هذاك كان ظهرت معاه واختار ستاج هذاك ما ينجمش اذا كان بدل جوار ما ينجمش يختار ستاج ترى نشوفو زعما غلط بدل ستاج ولا ما نتصورش ترسلي عاود هاي بنسير دونك نرحبوا باللي رحبوا لا اختار ستاج ما بدلش جوار فوالا دونك خير انه نكمل بليو تحية المشاهدين اللي تفرجوا فينا بتبيعة في التويتش والفيسبوك بيان سور شوفوا ما بعضنا شنو هو البارتية ذي شنو باش تعطي بصراحة الشوام قاعد يعاون بالقدية في نكتة اما يلزمو يلزمو يخلط العين ويشرب فلوتي فلوتي هاي هو نايس 14 هذيك في بالي لا لا البارك راش لا ويف بانيش ديجا وفا ويفا لا ديجا ويفا اوكي او باهي ستومب عاونته بالكدا لا خلط بالك
انا تصور غراب ولا عرفت بشي غراب باهي باهي بشي كامل بشي كامل باهي دي شوب وباهي البريشر من عند كنت عدت الغراب خايب على الاخر مالك راه اي اي لا لا سي مالك كنت عدت الغراب الغراب سهيل شي اختروني رون توفيق مخيب هالداون فور تو نتاع ليو من بعيد راه يجيب من بعيد ديستونس اللي فيه ريج اوف بكثير تخوف تاع كوميم يوصل يوصل الحيط ويحاول يحصره ما ولكن خرج 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 الاستاذ نايس كونتر هيت كونتر هيت او ما صحيح بريك مربح وول باونس باهي برش جاي في حرف ستاج كان جاي كان بعد شويه راهو هبطوا اللوطة وربح اكثر الكومبو ما اوه داك 3 داك 3 مشات يا يا صاوب دوك انا غادي ما عمل حتى شيء متحرك كليها كونتر هيت كليها كونتر هيت على نايس شفتوا شو ضرب انا لمحاله متصور نتصور دوك ولا سايد ستيب ماشي حاجك اي عمل الحاجه خليته ياكل ضربه ثانيه للاسف به اوسكار قاعد يضغط نايس كونتر هيت انتربشن انتربشن كونتر هيت مخترق هل سويب هل سويب مره اخرى سويب حلوه ياسر حلوه ياسر 1 4 به الفنان اول جراب عدى نايس خلى خلى ديستونس بعيد وعمل ريج درايف هكاك وحده بدات في بالو راه الحيط باش يقعد قريب فهمت اوفيت ما قام بعد يعني ما صارت كل يبعدوا على بعضهم فهمت كيفاش دونك ما قراش الديستونس نتاعو بالباهي وتبانيش للاسف اون بلس اون بلس ما كنتش تنساش راه سايد ستيب عمل راه معناتها قراه ضمن نروحو ضمن نروحو يا يوكو كاسح من الكاسحين شات اوت ليوكو بربي الحق طبعا في خدمه كبيره ياسر الكوميونيتي تاع الاف جي سي بالحق تصفيق ليوكو اي جنود الخفاء ذوكم طبيعه اللي عانوا فينا في كل مكان وزمان اعطيهم الصحه الكل شكر كبير بطبيعه ليوكو والكل اللي عانوا فينا بطبيعه كونتر هيت تاك تاك كونتر هيت مره حس توفي يقرص ومش نايس مش مرسبك غارانتي اي فوالا اي فوالا اي فوالا غارانتي تاع تفهم نايس او بور كراش هو اون برينسيپ الاوبن ستيج اللي اختاروا توفي خاطر المهم ستانس ديما يلعب في الاوبن ستيج لا ديما توفور توفور كيخسر تروح ملي ديما هاي اسمع شوف هذه اخويا قال لك كيما قال الجاي كان بيلعب كان بيلعب دونك خاص كان بيلعب سلاكيت عاد خالصين لا سي بون روند الاولى اوه هاي جراب نايس جراب عندك جراب ستانس هاي تخلي ستانس بعد ديريكت نايس لا اوه طاهر اوه كليل وايل رانز الكل شافوا مراحة ياشرة مرة اخرى عاود هيرو دونك لا مش نفس الجراب عمل هيرو مش نفس الجراب بدلوا الجراب تعرف توفي ما فهمتش يا مجروب يا باك ثري حبي رسيتي هاي خاطر المره الاولى عمله لا كملها فوالا اوسكار يعني يتفوق لهنا 2-1 ماتش باهي بصراحه يعطيهم الصحه
عرف كيفاش يضغط وياخذ الروندا نتاعو بكل بساطه. صحيح. دونك يتقدم توفو الى الجراند فاينل. نشوفوا اللي بشير بحتار ما بين عبد الحميد وسليم. الوينرز فاينلز عفوا. اللي بشير ما بين عبد الحميد وسليم هو اللي بشير يلعب كونتر توفوتا. اي. دونك توفو خلص بلاصة سيبون للدمي فينال. وي. طب شوفوا ترى بوالورا أبي دونك ماردوك كونتر لي حسب التوقعات بتيتر زاد سبيدنيز يهبط فانك وإلا برايان ما نعرفوش تاور ماردوك تاور ماردوك هاي الأكثرية هذيك الأكثرية ماشي في ماردوك نشوفها آه يلزمو يبريسي أكثر ويحاول يعمل على الجرابات وعلى البلاكاج تاك الخاطر هذاك يعاونوا على الاخر في الماتشاب هذا ولكن بون نتصور روك حاضر للماتش هذا يعني نتصور انا بيدي خاطر بصراحه كنا نتفكروا تجارب سابقه اسامه اللي لعب كونتر برشا جوارات منهم اخواننا في الجزائر فكروا كان هاكو شاكو اللي هو من جوارات ماردك زاده لعب معه برشا في التيكن دوجوز نتاع عمنا ولا كانت تفكر خويا اسامه وعمل نتائج باهيه برشا ديما بريسك يتقابل معايا في الدومي فينال يا في الفينال ويربحوا حتى كي يتقابلوا في البول يعمل معاها نتيجه باهيه اشوفه تو كيفاش تعدى الطرح اي ليتس جو اوه 16 ستريك دونك يبداو مقابله نوتر من الاول شويه بوكس شويه جابز هكا من عند سبيد نيز باش يحاول يمنتي بيهم لاتاك او باور كراش تتعدى كلها تاكل مرحبا بدينا بالتاكلوات ما يتنحاش وياكل الديغا هكا الكل روك باك فور تويفي ما يجيبوش اجابه صحيحه سبيد نيز يلا نايس او حلوه ويف بانيش نايس في مره اخرى زوز قدامه 3 مرة أخرى باهي برشا شوية لا شوية مسكو في سافا داون فورورد 1 راتيت شوية برك بعيد أوه كونتر هيل حلوة ياسر يكمل كومبو نايس حلوة الانتراكشن نايس ريج ارت باهي باهي بشطو باهي شوا برسيبي موت اكزاكتومون هكا ولا هكا أسامة هذاك شوابي خطر يوقف به الوقت لك 6 سكوندات قريب يوفيه وهكا يربح ديجا به بكريج ارت والوقت واقف ومن بعد هيك يتصرف حتى كان ما هزش الروند سبوا استراتيجيك به لنا من عند روك يخليه يربح الروندة ولهنا ضغط كبير ياسر ما قعد له شيء بريسك في الدم سبيدنيز اوه تاكل يتعدى ونايس بيرفكت حلوة ياسر حلوة ياسر ضغط كومبلي لنا من عند روك يلزم ما يفيق شويه لنا سبيدنيز مره اخرى يحب يعمل على الضربه اللي تراكي ميد هذيك ولكن ما يطبش ديما حاضر في الديفونس روك اي رانك 3 بلس 4 مره اخرى بلس فريمز فور دايز اي برافو ما يصلحش معاك برافو الانتربسيون سكرو لانشر هاي الكومبو ما قامش كانت بكري شويه الشده اوه تقرد الريج درايف وراح لا 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 اه ده الفورورد وان اي ضيع الكومبو نايس ايوه داون فور تدخلوا الروندا شويه بركه خلص عليها
باهي الإجابة من عند سبيد نيز مازال الطرح، خنشوفو ترى فما أدابتاسيون ولا أوكي. بلاس فريمز وراهم لانشر سنيكي روك باهي برشا. تأكل ما يتعديش أي أوكي. 1 2 4 من عند روك، حب يمنتي بها شوية، قاعد يديلاي قاعد ينوع يحاول يحصل شوية في الفريم ترابس ولكن لا. نايس او حلوة اي باهي برش اي كده فور 3 قاعد يتحرك بالغلط لنا سبيد نيز وياكل في برشا ضرب ماجيك فورت تقردة ولكن التاكل ما هذا يا اسامه برشا ديغاف صراحه التكلوات ما تتسدش لا 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 فورت تنطيح وشنو لحظه 6 سكوند 6 سكوند نعمل ريج درايف او اي نجم يقتل نجم بالحق الوقت وبص سرقه جيمنج سرقه في الوقت سرقه جيمنج حلوة ياسر كومباك لا خلالوش حتى سكوند الزحف سيء كليل وقت الكل التاكل بتاع مردوك ديما مخطر سكوند فريق على نايس ما هذا حلوة كونتر هيت في باك فور حاب يثروي اي ما خلطش لا باي برشا ما محصولش في التراب هذاك سبيد نيز نايس لازم يلعب ديستانس روك ما عندوش حل اخر هذاك اش قاعد يعمل بالضبط اوكي وضرب التاكل هبطوا من السماء هي مش ديما تراها لا يعمل كيك ما في التاكل هذاك يا ما تعملوا معاش في المطار تعملوا لسانك حاجه تختفي حاب يثروي اما يعني مش ديما تراها في الماتشات هذيك نايس دي شوب اي صاير هذا الرنده هذا الرنده هذا بالوقت باش يهزها باش يهزها بالوقت فوالا قاعد يربح في الوقت و باور كراش يا بليده برشا لا هو ما عادش عنده حتى شويه يلزم يتاكي سبيد نيز باهي برشا باهي عرفتها مالك انت تجري باز تجي اما تعمل تاكل ولا تستعملك الويل رانينج هذيك الباور كراش عمله باور كراش رجع لي باور كراش بس باهي برشا بون بصراحه مقابله حلوه على الاخر وراونا زاده كوتي اخر في الفايتنج جيمز اللي هو الجيستيون تاع الاسباس والوقت يلزمك ديما نظره على الوقت باش فهمتي ما تسرحش بعيد كي تقعد ياسر في الديفونس وما تنقص برشا ديجا تخسر حلوة بارتي استراتيجيك جميلة به يتواصل الماتش واحد شيء حاليا الروك شوفوا شنو باش يصير ما نعرفش كان باش يبدل جور ولا سبيد نيز خاطر بصراحة يلزمو حل هنا امبوسيبل انا نقولك شي بدل الماك امبوسيبل شي بدل ستيج شي بدل ستيج مش شي بدل كاركتير بريتي شور زا هو صحيح كان هو كان عينه باش يبدل من الاول راه هبط فان كيما المره الاخرى صحيح اما كل ريش درايف مالك برجو ليه ملا سرقه ها يا اي سرق له الرونده انا فك في خليله حتى شيء حتى الشونس مش لازم يعاود يعمل كومباك باش تقدر باش تقوم انت عاوز تكون تعمل ريجر تكيك عرفت بوريا ماكش تعمل حتى ما تحاول ماكسيموم باش تهز الروندا ما تنجمش المنقله فيدو عرفت والله حسبها له قد قد انا نايس والله تريب يعني انتو كان مشيت صحيحه شو هذاك و ظهر اللي هو يعني منتبه ما خسرش الفوكس نتاعو به دونك ستاج اليتوار مختار ستاج اما ستاج هذايا باهي يعني كوتي حيوت وفما بالكوني بريك يعني بزيد ديجا للي يعرف يوبتيميزي الكومبواتو في ستاج هذا هذا جو ستاج شوية سبيسيفيك ديجا وفي تروز ايتاج فهمتني فيها هذايا وفيه البالكوني بريك وفيه وفيه الفلور بريك يعني صحيح معناتها الستاج الاولاني معناتها في في ستاج هذا مش صغير معناتها تحسه صغير في العرض معناتها كنت عرض صغير تا يمكن بعد يزيد يساع ولوتا بكل يولي اكبر اكثر نايا
جولي تراب تتعدى. لا 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 تراب تراب واضحة على الاخر هذيك. هاي داون 3 اوكي هذيك تكرالي ولا تستنى وكا. هاي هاي ما موش قاعد يبانيش في الهوبيك سبيد نيزيز مو ي... حسوا يعني محذر برشا قاعدين اي اي قاعد مازال يبريسي روك في الكوان الكوان مختر عندروك 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 سي بون عندروك كيفاش كملها من الاول ابارامون لا جوست كي جاي في الكوان ما لقاش الكومبو اللي نجم يعملو غاديك مرتاح فهمت نتصور كان نجم يكسر حتى البلكون هذاك عليه ما عرفش حسيت يلزمو يلزمو يساي ستيف اوكي هوبني هذا هوبني اي او نايس كمل يا لطيف يا لطيف كنترو يا شو الدماج انت اه يا رسول الله قريب شطر دم بالبلاكاج هذاك ولكن روك ديما نحاضر او جراب من الهواء قالوا تنقز نشدك باهي برشا شفت من جيب دا فروتو تاعو اي 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 عنده رانج مختر برشا سيق ماهيش يد خاطر اي اوكي تعديت اي الجراب تتعدى سلايد سلايد مره اخرى عاود له ضربه اللوطه بلاس فريمز انتو جراب والجارانتي جي جي اوكي نو راوند نايس 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 اكسلنت برافو روك جي جيز اذا بالنسبه لروك مازال سبيد نيز مازال في التورنوا يا اللوزر زون توكا طيب باش نمشيو للوزرز تاعنا احنا لا تراح نتاع اللوزرز ايه كيفاه مالك متكي صحيح عندنا امين عرعري متزاب محمد امين عبد الواحد الكبير اي دونك جاي بود فيرسس بلاك فيوري براين فيرسس جين الاكثر اي اول مره باش نلعبوا كونتر بعض وحتى في معناتها في السيسيون نورمال ما نلعبوش كونتر بعض ما يعرفوش بعض اي صحيح ما يعرفوش بعض مش شوف كيفاش تعدى ترى التوم نسيت في مخك الدريش دريف تاع مردوك ديكا جراف جراف امان جراف ستيل 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 ذا راوند هذيك هي ديكا نتاعو بالحق يخوف مردوك مردوك ميمسي حتى راك خليت له 10 اش بي ما يخوف كاو اتس نوت اوفر تيل اتس اوفر الاخر دقيقة الاخر سكوند تلعب بالماتش فما دي كاركتير حق تلعب كونتر وتبدا انت عندك لايف ليد بالكدي بالكدي اوكي فما عندك تقول عندي بورسنتاج كبير على الاخر اللي راني بموري مريقلة فهمت اما مردوك برجو لي لا جملة بعد نفسي حتى تبدا عندك فول اش بي لا يلا جاي بوت فيرسز فيرسز البتي فرير ليتس جو versus Tom Tifrer. هاي good luck. good luck ولد جمعيتي. بصور مانيش يكون محايد بارتي ذي. اوكي خذيت من نفس القاموس متاعك وسيمة. يلا تنطلق الماتش. بلاك فيوري يبدأ يبريسي ولكن يكنتر لهنا الشارج متاعه. باك وان. اوه هاتشت كيك قاعد يحاول يبوكي. يحاول يحترق. اوه. نايس لو كراش. اوكي الكومبو ما كملش بالكدا ياخو الروندا نتاعو الجاي يلزم يرد بالو او باهي برش داون باك 3 انت الكومبو الحيط اي باهي برش فورد فورد فور باهي ميليكا اللي عملها تركو الكومبو ما دارش معاه اعطاها كل ريج ارت ريج درايف اي شنو باش يعمل برافو
باهي برش باهي برش. التأني في الاخر هذيك باهي كانت في بلاصتها فورد فورد 2 بعدها بطبيعة كمل كومبو هزرون ده بتاعه برا فورد فور منتر هيت يس وول كاري ها نايس اوكي دبك فور مرة اخرى اوكي هاي ما تبصش عليه الجيبوت الجيبوت لانه قاعد يوخر الاشليت وايل ستاندينج 2 اي وايل ستاندينج 2 نايس 2 كومبو نايس جولدن ليتر نايس تيفريز وصل وصل 7 جولدن ليترز يظن من عند مرة اخرى كاتري فورورد فور الكومبو اوبتيميزي المرة هذه شوية برك لكمل الكمالة الصحيحة الجيبوت يلزمو ينتبه قاعد يوخر توا سبيري برافو سبيري هايلة هايلة سبرينج كيك كملها ما كاركش كملتها الجيبوت هذيك غلطة للأسف ولكن ربح الكوان 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 المخطر مازال مازال بوك نايس يوري يخرج من الكوان كونتر هيت برافو نايس 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 صحة فريز دونت بلاي وذ ماي هارت دونت بلاي ستوب ات يزك هاو خليها خفيفة هكاك خليها خفيفة راه على فكرة جيبوت اون برانسيب عنده خبرة كبيرة ياسر كونتر لوكيز بال جيم اون برانسيب راه يعرف بلقدا جيم اي اما بون تحس بدل التيمبو اوبتيميزا شوية لي كومبو نتاعو شكون امين 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 ما يلعبش فرد ريتم وفرد كونتكست هو ولوكيز على ذاك تبدل عليه اللعب جيبوت سي بور سا رينا تفوق في الماتش لو كما كالعادة الادابتاسيون شوفوا شنو تعطي ادابتيشن از ذا نيم اوف ذا جيم كما يقولوها فهمتني يعني صح اسكو باش يبدل البلان تاعو ولا تحيه للشات قاعدين نجمع الكل اللي شجعوا في جواريتها اخونا ادكا يشجع في جمعيته كيف كيف سيفي نوكتس شجع في الهومي نتاعو هذا المطلوب يلا ليتس جو التيفريز ربح انا فرحان مازلت نحبوها فرحه تم خلينا نشوفوا لازم تم خلصينا مش يصير مليح انا وياه انا من ابارامون ابارامون صارت مشكله ظهر لي الطرح قاعدين يلعبوا فيه تو ونحن مش قاعدين نشوفوا فيه لا 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 وما نجمش نعثر مساجات بزرهم قاعدين يلعبوا الزوز ايوه دونك نستنى شوي دونك باش تجينا نتيجه من بعد نعملوا تكهنات هلا غلب تصير ديما هكا راهي راهم تكين ساعات فهمت سي دي سانكرونيزاسيون ما تكنيكال ايشوز يصيروا للاسف ساعات نحاول نكمل الماتش هذا نشوف سكور معناتها كان عدل جيبوت نولي نديسباندي الروم ونعاود نعمل روم جديد فوالا فوالا بعد بطبيعه يقولون سكور خليهم على راحتهم اوف دونك بالنسبة حق لي شانجمون اللي صاروا بالنسبه على 18 اي فانا نجموا نستغلوا الفرصه نحكيوا شويه دونك البطل متاع يعني الكاليفيكاسيون ذي الكل هو كما نعرفه بش يمشي البالي 2022 بطبيعة الكأس العالم منظم من قبل الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية اللي يساف بون الترنوى ذي بطبيعة تونس كعضو في الفيدراسيون العالمية ان طون كو يعني الفيدراسيون تونيزيان متاع إسبورتس شارك في المسابقة هذية وبش تترشح إن شاء الله للدورة هذية دونك في القوانين عنا أربعة دورات اللي بش ترشحوا منها كل زوز بش نعرفوا التوب ويت متاعنا في الفينال ومن بعد LCQ بش يترشحوا منها ثمانية أخرين وما بعضهم بش يعملوا بالطبيعة لنهار الفينال فاز دو بول أربعة جروبات من أربعة جوارات بش يترشحوا منهم زوز للفينال كون ربح جيبوت هذا ربح جيبوت انا مش ندير باندي الواحد الروم ونعاود نعمل روم جديد خرجتي في سكور لوت جيبوت اللي هو ربح الماتش فوالا دونك عندنا سكور واحد واحد
بون كيما كنا نحكيو بالطبيعه بعد الفاز دو جروب اللي باش تلعب هذيك في نهارتها نهار الفينال باش نعرفوا التوب 8 نتاعنا وباش يلعبوا بالطبيعه في الانكار دو فينال باش يلعبوا اف تي 4 ومن بعديك من الدمي فينال وانت ماشي باش يلعبوا اف تي 5 بالضبط نفس القوانين المعمول بها في تورنوا لي اس اف نفس لي كونديسيون يعني باش نحاولوا نطبقوهم باش نظام التورنوا اللي باش يلعبوه لهنا في تونس يلقاو هو بيدو في بالي ان شاء الله. صوت قطع مالك صوت قطع حاول بيد الميكرو اي سي بون دونك نفس الريتم كيما قلت خويا مالك هذيك هي نفس لي كونديسيون يلقاوهم لنا في الكاليفيكاسيون تونيزيان هما باش يلقاوهم بطبيعه في الفينال في بالي يعني ماتشويت لونج سيتس ماتشوات طويل بارتيات ينجم فيهم يصيروا فيهم برشا تغييرات وبرشا تركيز وادابتاسيون ويلزم يديو يلفوا بنفس الكونديسيون بطبيعة مش كيما بيست اوف 3 كيما بيست اوف 5 ولا حتى بيست اوف 7 كلهم فرق كبير دونك نتعدي اخويا اسامة الماتش اللي بعد ماتش اخرين يا دايما بينك مصوص اي الماتش يتعدل قبل دايما تفرجوا شوي في ستريم وصارت مشكلة العادة في التكينة ما لعبهم وربح جيبوت دونك عنا 1-1 في السكور والماتش هذي نعرفوا شكون اللي بشي يواصل معنا اليوم يلا ماشين جان بانشز من عند برايان الجيبوت يحب يبريسي في الاتاك وكونتر هيت تريد ما جاتش بالقدي في صالح امين اوكي شد ديفونس متاعه امور واضحة أو رجعوا النوتر وعطاه فور باهية اي بعدها الباكوان مرة اخرى الكتريك نايس نايس كونتر هيت فورورد فور ديما يكلهم كونتر هيت لازم يرد باله اوكي باهي الديلاي غادي من عند مين اما شد جارد كان صابور غاديك جاي او بانيش يا رسول الله ما تبعتش ما كانش تتراكي وداون فور يكمل بها الروندا باهي مش جاي يلا امين ركز اوكي الالكتريك في الهواء تويفي مرة اخرى بانيش مرة ثانية خفيف نايس هيل سويب في بلاصتها كومبو يوصل بيه نايس لو الجارانتي فريسك برافو بريسيون بريسيون خليش يخرج برافو بيرفكت نايس 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 عنده بلاس فريمز غاديكا استغلهم انا عندي لافونتاج انا نواصل باهي برشا من عند مين الجي بوت اجابه باهي برشا من باكوان كومبو للحيط نايس لازم يخرج من الحيط تانت ولكن ما يكونفيرميهاش اوكي ويفو انتو رايزنج 3 اي الكتريك غادي او باكوان مره اخرى باهي مش جاي اسكو باش يرجع له البيرفكت ولا شنو الاجابه وا بيرفكت باهي حاضر الجاي مركز الجاي بوت قاعد ياكل في فورورد فور مره اخرى اما المره هذه ما كملهاش باهي في باهي الريفلكس من عند الجاي يلا هاتشت كيك ياكلهم مره اخرى في الميد او سنيك ايج تتعدى رد بالك يا مين الحيط كومبو والضرب رد بالك نايس باهي مره اخرى كونتر هيت اي اي برافو هذا كامل بيه حلوه الريسيت مات برافو نايس كومبو نايس كومباك ما هذا تنساش الهيل سويب اللي قرب تنساهم هذا تاع هايلايت تضربش بعض الكتريك تضربش بعض الكتريك بزاف الغلط خليهم ليا اي السويب تتعدي قدامه برافو خليك ما فولس بلاتي ما خذيش الكومبو رد بالك سيء رد بالك الجاي في خطر الجاي في خطر شنو الاجابه برافو بريشر لبتي فريز رجوع بيرفكت يا الاخ قام بالواجب مره هذيا اسامه يستحق جيزة الله غالب اللي ما تلموش علي يا جماعة قاعدة تفرج الجماعة قاعدة تفرج بالليل تلموا عليكم ام خويا معناتها يلا معناتها حتى جيبوت ما يتغشش فهمتني الله غالب لا كهو الفامي تجيب اللون دونك يعطيهم الصحة والزوز ملا ماتش عالمي بصراحة
2-1 اذا عرش مين معنا هو توا هاي بين تسجيل مش معنا بس يبقى هو اي خليكم انا في التعليق انا خلي نمشي نحضر واش نلعب توا ليه طبعا تروح اسكو معناتها على الشاب قبل ولا معناتها تروح لل مسلت لا 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 توا تروح اللوزر الثاني ما فما حتى شو هذا توا اللوزر الثاني اوكي اوكي والله نحسبك في اللي مع راندي بعد راندي في الفينال برك لا ضابط اللي في مشكله دز معايا يلا اخويا بون شانس اوكي دونك بون شانس الناس كل بطبيعه اللي تلعب اوكي طيب شكون عندنا رايك كي كونتر ريد جرين ايس اي دونك كلاوديو كونتر ارمر كينج اي تي بي اي سبورتس فيرسس ستاد تونيزيان نشوف واش تعطينا على طول الخلطه قال الاخر اهلا وعليكم السلام اهلا بمين دونك على ما خلطت المهم قول نتبع في سانت مارك مش نتبع مش مقص اوكي اوكي سكور ابديت كان تبع في الكلار ابديت فيهم جيب. لا والله نحسب معز قاعد يبديتي خاطر انت كنت في هذاك اي اي مش مشكل انا ولا هو امورنا واضحه قاعدين ابديتي شوف الطرح تما بين مالك وابراهيم اي دونك كما قلنا قبيل يوسام ارمور كينج فيرسس كلاوديو نتصور و اي بارتي هذيا ماك تعرف باش تلعب على الديتاي نتاع الديتاي بالقدا ستيج بتاع كوما دي اسمع تب برشا برشا فايتين جيم ستيج فايتر فايتر زي و تكين ستيج فايتر اما دي بون رجلتا في تونس فايتر زي اقول لي في الرانكينج انترناسيون خلط توب 400 حسب ما نعرف ديك احسن برفرمانس عملها وفي التكين هاو بشوي بشوي قاعد تعلم فهمت هاو قاعد يعمل في برفرمانس بشوي بشوي من الاول كان عنده كاركتر كريسيس من تو رجع شاد الكبش في كلاوديو دونك هاو قاعد يشوف الريزلتا نشوف دونك توب 8 دونك باهي كونترستاد ريدمي نايس باور كراش على الدخل عمل تتعدى دي دي تي المخترة تتعدى او لانشا والله ويف مش ويف اسمه هاي كراش بال هذا الهوب كيك بتاع الهوب كيك هاي جات في بلاصتها سوبرمان بانش وصلوا للكوان مخترة ياسر او نايس بلوك من عند مالك ولكن الداون فور الثانية تتعدى يلا او نايس هاي ديركت مون انا ما ياخذ دمج نتاع باي نكمل الكومبو هاي مره اخرى قال الخالي اسم الجراب قاعدين يمشيو هاي من حيش جرابات مش اوكي هذه 1 بلس 2 باز لا هذيك 2 نورمالمون الريجولار جراب اللي نحاها كيما حلو الكونفيرم ستانر هاي باهي برشا كيما قلت امين اللي جراب 1 بلس 2 قاعدين يتعداو بالكدا وسيرتو الشاينينغ ويزرد هاو مادام ناجحين يمشيو باور كراش اي اي داون 3 4 من عند كلاوديو او هوب كيك مره اخرى قاعده تخلص بالقدي الهوب كيك هذيا بالنسبه لرايجيكي نايس ستار بيرس ما عملهاش بالباهي غادي كراشيلو هذيا كراشيلو اي 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 كراشيلو الريج درايف ورجع له هو بستار بيرست والريج درايف بتاعه باهي برش اي اي رايجيكي يا بارامو حاضر حاضر بالقدا اي كملها نايس داون فور دوان هذيك اخت محترم تاع كلاوديو اي وان داون ثري وهذيك باهي برشا فورد 1 بلس 2 بستار بيرست هزلوا الماتش الاول
حاضر حاضر بالاجريسيفيتي وبال وبالديجا وكل شيء. رايقه قاعد يبريسي مليح. نعرف شنو رايك امين في البارتي؟ اسكو فما شانجمون لازم يعملهم ريد جرين ايز؟ لازم يبدل التيمبو نتاعو شويه، قاعد يكسلو ياسر في 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 الريتم نتاعو، دونك لازم يحاول يبدل الرياكشن نتاع رايقه. فهمت؟ قاعد يلعب في ريد جرين الاخر، دونك رايق يكسلو في اللعبه نتاعو برشا مرات. اي صحيح صحيح، حاول يبيتي حاجات، ما يقعدش ديما يسمع. مرات لازم تبدل الريتم ديال الجيم تاعك. دونك الريتم المشكل ان هنا ريكا غلط، شاك فوا ضربته قاعده تتعدى في وقتها، دونك ويقلب في المونت في لحظه. اي سورتو بالحق اذا كان ما تعملش الابروش باهيه في النوترال، انك تقف وتاخو كلكو سكوند هذوك نتاع تحلل شنو فما مفهوم. يا امين اللي حكينا فيه قبلك، المفاجأة ذاك السلاح السري اللي حكينا فيه قبل او تجبد تو. لا شوفوا عاد كاش شي، معلش انا معلش كيما نقولوا سلاح ذو حدين، ما نجم لازم بس الميموري نتاعو تكون حاضره، سينو نجم يدخل بعض مثال افتي دو باش تبدل كاركتر صعيبه شويه، خاطر عندك شويه وقت، خاطر الكاركتر ما يتلعبوش كيف كيف، دونك الوقت اسمه المخ عنده شويه يبدا يدبت على الكاركتر كومبوات كثيره. باش نشوفوا كيفاش. Pour l'instant, Reagan, donc je mets l'avantage quand même directement. Ok. Nice. Kamel en principe là, mais Kamel est. Ouh! Oh, look, il fait place à toi. هو مازال اسمه رايقه، مازال ما نبوزي كومبلت نتاعو، ما خلاش حتى شيء، ما نبوزيش تعدى، ما نمشي خاطر فيها ويل كاري باهي، انا امبلوك باللو هذيك الكل. اي مخطر امبلوك باللو نجم توبر على حتى شيء اسمه امبلوك بالواحد اخرى. اي هنا وبرشا دماغ هذيك. لا رات كماله عمل اسمه سكرو بالله. لا هو سكرو مش نقول. الفلاش يخدم كومبو. لا ما كملش الكمال اللي قلت لكم. ايش لا مش الحيط طلب الحيط. الله الان ديجا نتاع الحيط هي اللي منعته. هزت له الروند هذيك باهي برشا. يلزم يرد باله، يلزم يرد باله، لان ريد جرين ايز الشوا نتاعو ماهوش قاعد يخلص بالكدا. بورتون يوشيميتسو يباغت على الاخر كيما تشوفوا. مثلا الميموري لازم بشويه يحبلو باش يسترجع شويه. اي دونك راه تو الروطه هذه بيزومون تحسو ماشي بيزومون سوف كو ما يعملش غلطه، ما لازمش يغلط باهي سايد ستيب سيرفوس. اي ماك باش سيرفوس كي ذاك كيسمو كي شي يد نتاع برافو. باهي برشا. يلزم فريمون يكون معدل الموجة بالضبط مع يوشيميتسو. نو راوند براون اذا تريكس الكاركتر، دونك لازم ديما 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 حاضر ماهوش سامبل دي جيز. في الاف تي 2 تبديله بالحق من اصعب الاشواء اللي تنجم تعملهم. صحيح دونك نواصلوا الماتش اللي بعد. بصراحة ماتشات الى حد الان يعملوا الكيف، حاجة عالمية. واحد عامل جو توا بصراحة، فرجتونا الاولاد يعطيكم الصحه. دونك بورمونتا باش نتعداو للدومي فينال في بالولا. اي وين نروح اون برينسيپ على شيبي كونتر روك. اي يلا دونك نعود لل للوينرز. لا تكمل اللوزر يعني يخرج لك اسمه السيمي فاينال لوزر، بعد ترجع نفس الحكايه اف تي 3 اف تي 2 اف تي 3 اف تي 3 فوالا سيمي جماعي اليمين، ومن بعد اسمها هي كونتر ابراهيم، ومن بعد اسمها اما الماتش اللي بعده ما يقدر يلعبش وقتها نرجعوا للوينر. اوكي فوالا دونك نكملوا بالضبط بالبلانينغ هذايا. شوفوا سبيد نيز وبلاك فيوري كان حاضرين ولا موجودين اون برانسيب. فوالا دونك نواصلوا هذا يمشي يولي توب 16. لا مش توب 16 كمان، توب 6 اي توب 6 ديجا.
اف تي 2 بالطبيعه ما يغلطوا الجواريات مازلنا في الاف تي 2 اف تي 2 مش يغلطوا من بعد ماشي واللي غلط الماتش كما قلت لك بعد ما يتلعب الماتش بعد الوينر الوينر فاينل ديما هو اللي غلط هو اللي غلط اي صحيح وديما نفكروا احنا هكا ولا هكا بالطبيعه مش كيما تلعب زوز بارتيات كيما ثلاثه مالك شو متاع يوشي ما كان ما نشوفش ادبتي فيه سان قعدت قعدت في باتش على ارمور كينج هاي كان مش مضطر متاع الابتداء كانت من الاول بتاتر هاي كان في الروند الثالث بترجع شويه في الروند الثالث من بعد اما هو اللاعب اللي صح حريش نو ايزي ايزي هذه صح قلنا الشانجمون متاع البرسوناج اختار سافير بالرسمي في الاف تي 2 صعيبه يا تبدا من الاول تبدل برسوناجك من الاول يا خاطر بالرسمي انا من حبه ذا نحكي بيرسونال ما نحبش سورتو بالفورمات تاع تيكن في السيفايد راهم الفورمات توب 8 كلها اف تي 3 دونك خيرك اش كان تيكن تولي اف تي 3 الكل في التوب اي توب اي تولي انتريسون تمام الغالب الريجول اسمه اوفيسيال رولز ما بدلوش بيان سور كل بتبع كل تورنوا عنده رولز نتاعو بالنسبه للرولز هذيا تبع نمشيو للرول ستاندر نتاع دوبل اليمناسيون في السيت فايتر معز نذكر ما بدلش من اول سيزون مش 2016 2017 بدلت من بعد الرول نتاع اف تي 3 مش من الاول خاطر نذكر من الاول ماهيش اف تي 3 كان اي 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 في الايامات من بعد وقتها خاطر ايامات ستريت فايتر 4 كانت اف تي 2 وبعديك ستريت فايتر 5 اول ما بدات ما كانش التوب 8 اف تي 3 بدلت من بعد اي تبدلت من بعد اي اما ما قعدتش برشا ظهر لي لعبوا شويه وبعديك ولات الكل في التوب 8 اف تي 3 كفايه مين؟ هذا كان نحكي على الجوارات نحكي نسمي في الجوارات سليم جماع اللي هو سبيد نيس كونتر تيزار راري امين اللي هو بلاك فيوري اي دونك المنظر الرياضي فيرسز تيزار ورميت مصير ذات الكترونيه اي بطبيعه ورميت كل التيزار اي تونيزيان اي سبورتس اسوسيشن هذيك هي الابريفاسيون يعني دونك العادة نوع اللي بيكي هما بيدهم ما هاش يصير مغارش يصير شون لا ما شبانس با نتصور جينو مردك فوالا دونك في الماتش هذايا الفار هي الحل اي الحل اي الانتباه لازم يعرف الريتم لازم الفار وردباله من الليبي فاتر مردوك ما يرحم لكش والانتباه في الديشوب بالطبيعة بزوز عندهم راو بيور معناها كان مش تولي بكل اسمه جراب جيم راو اسمه جراب مش جراب اي زوز عندهم ترو اي ترو ميكس اب ترو ترو ميكس اب اي عندهم نحيب بالوان والوان بلاس تو والتو اي يلا ليتس جو فريد انا مش قد سيكت فريد كومنتيتم خمس فرش يلا في بيه او بدينا داون باك 1 بلس 2 انتو تاكل اي احد تاكل ولاني اوكي اوكي شو باهي اومن ستانز بعد 1 بلس 2 ما طلعتش سبيد نيز ولكن كليل الالكتريك كمان ماشي الكليل مره اخرى اي مره اخرى دي شوب قاعد باهي اكزاكتلي في الديفونس ليه ثاني هذيك هاي لعبت كل تنساها راهي هاي اي بعد ما طاينا نمكو عطاو فيه اي اي قوية ياسر الضربة دي فينيش 12 هو برسوناج ما حنقولش قلت فينيش برسوناج تاع 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 اسمه كلاين شولدر باهي كونتر هيت كونتر هيت في فيشل اي اوكي زوز قدام وثري انا هو معروف غلطة 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 بلاك فيوري انه اذا يعرف باش يقوم قدام مردوك لازم يحترم مردوك يفوت برما يسبكتي مردوك غاديك اوكي باهي تشيك باهي على الاخر اما انا عرفت فيمي اسمه سبيد نيز اي الحيط ما خلاش في بلاصتو دونك انا كونترول عن تو بو لانسون لا فيوري لازم يرد بير ما لازمش يغلط حتى غلطه هذا دماج عند مردوكي يجم يوقف في لحظه اي و تتعدى مره اخرى عازل راوند فينيشر الفونس من عازل راوند فينيشر في اللعبه كده اي تدزم على الكتف سيف ويقعد هنا لازم الافور وبعدها ميكس اب و تلانش أي مش قادر لا 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 مش قادر في كومبوتو كيما يحب مرة أخرى يزيرو تبالو اوكي أما هنا كان حال عرض هذيك داك عليها الثانية مش فما معروفة هذيك بوش باك يعاود هالك فترة
يلزم يعرفهم انا هما اللي يلزم يطبس عليهم الضربات هذيك هاي رئيس هذيك رئيس اللي تولبوا وصيري هاي هذيك رئيس تظهر مية دقيقة هذيك متاع التكن كاتي تظهروا التكن كاتي وطحات ورجعت صحيح ديما مخطر ديما مسيطر حاليا سبيدنيز يلزم ينتبه لنا بلاك فيوري يحاول يبريسي اكثر نتصور في الاتاك قاعد يسر ديفونسيف اللي هي غلطة كبيرة قدام ماردك بصراحة. إيش هذي؟ كنت ماردك كيت قاعد يفصل وتقعد مش كيت هذيك لازم تعرف كيفش تفصل ضربتك و. أي بيان سور بيان سور. ماش هذا مش هذا مش أنسيب لجوا أشتلع بأغريسي ولا أشتلع ولا أشتلع باسمه ديفونس هذا ماردك عنده كونتر هيت هو بده هذا كونتر هيت ويف 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 فريش كم شلع بأغريسي تجب تغلط شوية. إيه وعنده الباري متاعه زاد هكا ولا هكا. أما يعني يلزم أنا نقطة يلزم تخوفه وتخليه ما هوش يلعب مرتاح مش كيما توا تحسه يلعب أليز برشا. طبعا. أي على ذلك. أكثر دماجي اللي كلام بس بكتيري ستأثرت من نو كنيسانس متاع الماتش مثلا بك بكتيري تو بكتيري مرة أخرى عطيت. ديك ماش ما نسمع قلت لك الماتش الكلير باور كروش وبعد قام الكلير داون فورورد وان زاد هذيك ماش الماتش عرف في ناحيه الاتاك كنت فما حاجات ما انا بزوما واسما ودروب زوز وركاس كومبوات دونك غلطة الحاجات الصغار هذوكم الكل كي يتلموا ويوليوا فهمتني يخلص عليهم برشا كيما عطينا برشا مرات الجهد ما ترحمش دونك انا اقل غلطه سي مش باش ترحمك فهمت ما اي نعم تهز في كومبو انت غلطت بعد تهز في كومبو ما عندكش ديفونس ميكانيك باش تخرجك من الكومبو تودي الاخرين هذا سبيسيال انا كان بشكل بيور دماج ما بشكل ماكس دماج فهمت اي نعم اللي قدامك هو دروب الكومبو نتاعو ديكالش يلا كان تري بون دي بون احسن من رافي من احسن كاركتير في ليفت 2 كان ماترز بالكدا عنده دي بون ويف بنيش عنده دي بون فينيشر راوند فينيشر عنده جرابز باهين زاده عنده من اعز ريج درايف مش هوش احسن ريج درايف يعني كيما نقولوا توب 3 ريج درايف في اللعبه فهمت اي اما عندي ما يظهر لي بتاع ستيف اقوى شويه فهمت دونك ما ريج درايف نتاعو برسمي سي سي كان يتعدى كامل نحيش الاسم الميكسوف الاخرين بريسك فما 70 80 دماج غارونتي اي او يلزم ينتبه لنا في الوان بلاس 2 ينحي التاكل من الاول سينو مش يتعدى هذا الكل باهي برشا اي فورد فور باهية اي شوية بوكس باهين اي الهلسويب ماذا تفعل ما تختفش عليه ناش كومة تختفش عليه اي دونك يلا برافو سبيدنيز في خطر لهنا في الكوان اي خرج من الكوان اوكي شنو مش يعمل كونتر هيت مرة اخرى يحد وصله حلوة حلوة الريلفي غادي من عند سبيدنيز نبدل كل شيء مرة اخرى الريج درايف تقلب الموازين تقلب الموازين الكل مخترة ياسر اوكي ماشي شعري ماشي أبارامون مع الهيت بوكس نتاعو تتبدل كي تسويب ما فهمتش حاسيلو حاجة غريبة ياسر في الكومبوات اوكي اه اوكي لا مخترة ياسر الريفرسل هذية والله نو نو تاك نو لايف والله اي داون 3 دونك يضربو تنقص برشا كونتر هيت او ما لا لانشر داون باك 1 بلس 2 انتو سكرو لانشر هما باش يعملوا برشا دماج يعملوا جراب باهي ما كملش اوكي لا عمل جارونتي ما حبش يريسك الجراب ما حبش مرة اخرى سنوم ماجيك فور الكومبو مع الحيط اوكي داون تو مرة اخرى السويب فما مشكلة فما الكومبو مش عليه دونك تريد يمشي لصالح سبيدنيز وسبيدنيز يتفوق نو راوند براون جي جيز اذا good games بالنسبة لزوج جوريت اللي هو ياسر الابروش اللي عملها سبيدنيز خليته يتقدم ويتفوق 2-0 باهي برشا يلا نواصلوا المشوار سيفي نوكتس versus رايجيكي رايجيكي دونك اتي بي اي سبورتس versus تيزا خنشوفوا بالطبيعة شنو هو المشوار هذا
باش يعطينا. بالنسبه للماتش هذا نتصورش فما شانجمون كبير في الجوريه، نتصور مره هذه باش يرجع الميغيل سيفي نوكتس بالكشي بطبيعه يعملنا سوربرايز بيك كيما الماتش الاول، ولكن لازم تكون بطبيعه محسوبه. لازم انا ديما نقولها معز باش حتى الاول ولاد الكل كنا نلعبوا تورنويات باش بيكيت فوسط فوالا ماكسيموم زوز جرون ماكس زوز، وحتى الزوز ما نحبش بالرسمي الا فريمون كيما نقولوا هارد كونتر تعرف بالرسمي عاجب نابورت كوا. انا معروف اكبر هارد كونتر في الفايتنج جيم هو اسمه زونغيف كونتر دالسيم، انا دالسيم تاعك كونتر زونغيف برجع هبط دالسيم تاعك هذا بالرسمي هارد كونتر على الاخر فهمت. فتا كان فما لي هارد كونتر شويه مثلا عاش ما تجولي كونتر كونتر اسمه كونتر ليروي ليروي ما فماش ميكس اوف ما يخليهاش ميكس اوف نو فهمت. دونك فما حاجات هكاك فما دي كاركتير اوكي كيبداو عندهم افونتاج كبير جار باش نفسر اللعبات كيفاش تحسب الماتش اوف اون جينيرال يعملوا سي دي اف تي دي يعملوا اف تي دي على سوق ديش دي ماتش شكون يربح اكثر معناها يبداو اللعبات في نفس النيفو مثلا كما كيما نقولوا 5-5 سافا نفس الماتش 6-4 اوكي ماهوش خايب برشا من 7-3 تولي فريمون افونتاج كبير فما حتى دي 9-1 فما حتى دي 0 فهمت في اما اون جينيرال تقوم في تودي في التكان اون جينيرال سي اونتر 6-4 دون المغربي الماتش شويه لافونتاج مرات 7-3 كيلكو ماتش مش الكل كيبدا كاركتير فريمون ما يخليش لي ميكس اوب تتعدى جمله مثلا وقت يولي عنده افونتاج من عارف خاطر الشانجمون دو كاركتير تحب ولا تكره ماكش شكون الفيتاس نتاع مخك وكل شيء كيما قلت مثلا الميموري نتاعك مش شكون بيان سور بيان سور كيف ما المين نتاعك الا فريمون تلعب لي كاركتير وزوز كيف كيف وفرق وقت تحصلهم وكل شيء تعطيهم الزوز فرد حصه نتاع وقت وفريمون كي تبدل ما طول الماسل ميموري نتاعك تمشي معك في الخط والله مرات هيك لازم تسخن شويه نحسك مش سخن شويه قبل ديما سخن شويه فستي ما تسخن شويه قبل ما نهبط خاطر بالرسمي صعيبه ماهيش سهله جمله خاطر اللي ما جاوش فايتنج جيم كيف بالهم سي سامبل وكيف تبدا فايتنج جيم جدد ولات اسهل فيو كو لي كوموند سهل تعلق وكلهم يشبهوا لبعضهم دونك الفايتنج كيما نقولوا اول سكول لا خاطر كل كاركتر سبيسيفيك بستيل جو نتاعك اكسترا اي بيان سور وكا ومش الجوات كل كيف انا مش كيما باش تلعب برشا جوات في ستريت فايتر مش كيما في تيكير مش كيما في دراغون بول مش كيما في جيلد جير بيان سور لا يشبه شويه لكم مثلا ستريت مثلا فراسي فما دي كاركتر مش كيما تلعب جرابل مش كيما تلعب واحد شارج مش كيما تلعب فوالا يعطيك الصحه مش كيما تلعب هيفي ميكس اب كاركتر مش كيما تلعب كاركتر اسمه يلعب ديفنسيف يلعب على الكونتر هيت كل واحد وستيلو فماش كومبورا وتتعاود خاطر كل واحد وستيل كومبورا صعاب فما شكون اسهل شويه اكسترا دونك العوام الاخرى كان مريتش لي دي ال سي الكل ولاو كومبوراج نتاعهم ساهلين على الاخر برشا سهلوهم اي فاكم رام راه فماش حتى حد راجل يلعب فاكم رام دي جي اكسترا فهمت هذا بالرسمي كل ميس ينحيو دماج ما ساهلين هما وكان اسمه نلقاو ما تبعتش في نفس الاول دي ديما باليوم مره اخرى باليوم بون ما ريناش ميغيل جمله دونك اختار انه يقعد بالبيرسو هذا اللي حاليا هو شو صحيح ياخذ الروند الاولى نتاعو بكل بساطه ليو سام كاركتر برشا بدي كيك ماش تسمم تحس موش خايب الكاركتر مي ماش عادش في بروسين ما يلعبوش برشا اخر مره دينيرمون انا فما ان جوور مانا في ريد بول بالي كوميتي في بالاوروب نعم دونك سا بروفي انه يمشي الكاركتر في التورنواي في الهاي ليفل بيان سور بدات ترجع له اكثر فهمت ما نحكي لك الاكسبير نتاعو خاطر مش سير كاركتر تو دومينوس واضحه الرسمه نرجعوا للنكتس كومبليتمون دونك رايك هنا نحسوا ما خليش الريجا امبوزيتيت نتاعو الرابيد فهمت اوه هوبتيك مشى له بسيسام ما عندكش بوش باكيه من بعد هذا ما عندك حتى شانس في حتى شيء دونك ما تجمش دونك هنا هو يحب يوقف الاتاك نتاع ريجا فهمت اي اوكي لنا بانيشيه بالصحيح لنا سيفي نوكتس باهي برشا مخر شويه الستاندينغ تو هذيك مخر شويه دونك اللانشر يوصلوا للكوان اسكو باش يحافظ على البوزيسيون هذيا الباهيه او باهي نايس داك على الثرو عبي يعاود يثروي لكن بعيد قاعدين يضيعوا في شويه شوية دي كونسنتراسيون نجمي صار شوية لقطة اوكي اوه المالا داك نورمال مون كان يدروبيش نورمال مون الماتش
حلوة حلوة ما يهجمش شوكة بون نرجعوا لحديثنا تاع قبيلي امين نتاع حكايه الكاركتر سبيشاليست، يعني انك تكون فريمون تعرف الديتاي نتاع الديتاي نتاع جوارك هذيا زاده مهمه، تنجم تفيد بطبيعه الجورات اللي باش يلعبوا الجيم. تلقاهم في الكاركتر كومبليكي شويه، مش نابورت كاركتر مش دي معلش انا كين احكي في تيكين فهمت اي كما هياشي وكازويا وجين وفهم، فما جماعة اللي يحبوا السيلة ذاك ما فيه كي تبدلوا اللي كنترولر تبدلت اللعبة وطلعنا ودي كنترولر أسر سيرتو بالكلافية تاو، فما حاش تأسر برشا مع الميشيما. الميشيما عادش كواو كيما قبل، ميم كو ديما استمام مش سهلين أو مش كيما قبل فهمت، خاطر كانت بير كونسول وطلعنا ثماش الكلافية ثماش كانوا مثلا يا مانات يا سي كانوا برسمي وقتها صعب عليك ايه عالسيك ولا مانيت كان الموفمنت اقوى برشا، دونك انا ساي ساب الكتريك ولا حاجة فريم انا بغي ساي ساب قوية دونك صحيح كان اسمه يبدل اسمه ميشيما دوجو ساج عام لا نرجعو البارتي انا اللي بيسامبل دوجو انا صغير شوية هنا ما يريسبكيش الجملة الهوب كيك ديريك عد طول عالدخلة هوب كيك للحيط و مرة هذي قردة اوكي خاف خاطر قبليك حاب يلنشي ما تلنشيش دونك مشي حاجة سيف من البيري يتعدل دابا ديما تنسى اللي هو عنده دي بيري لو بالرسمي فهمت عنده دي سباكي انا او نايس كاستر بوز نايس نايس بلوك على داون باك تو هاي الاولانية خاطر الثانية تنجم ترياكت عليها كما ركتش على رو تلانش اكسلون من عند بلان هنا هنا اسمه نوكس حاضر كومبليتمون نايس اوكي كمل الهيت سترينج نتاعو غدروا بها ما بلوكيش بالباهي كونتري لانشر الحيط شام نوكتس او وينو البانيش وير از ذا بانيش غلط هذيا تفرج هو حقه يعمل كان بانيش صغير وعمل الكومبو اي او نايس 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 يكمل الكونفيرم الكومبو كي تشارج ستاب ربح بيها الكومبو هي عندها فازات مش هو كي يشارج هي عندها فازات تخليها كي يشارج اوتوماتيكمون اي اي لك برشا عباد مثلا كي اسمها ليه ولازم تكون سبيشاليست بها خاطر عندها برشا فازات ماهمش كونسيون بها دونك فوالا توا باش نبعد والجراند فاينل مش جراند فاينل سامحوني الفاينل وينر كبسه على الشابي كونتر ماجستي عبد الحميد حزقي دونك كبسه اوسكار كونتر ماجستي رو دونك بون عندنا الوينرز فاينلز اللي هو في تيتروا مين كالعاده نفكر اي في تيتروا اي في تيتروا نذكر بك هذا اي لان فيرست اوف ثري الماتش اللي فات فريمون اسمه نوكتس انا ضيا ما خلاش شانس للراجل ما خلاش يمبوزي ريتم نتاعو من الاخر بلغته ما خلاش يتنفس جمله معناها قالوا لا ما فماش انا هو باش نشد الريتم دو للاخر انت باش تقعد تبع يعني كيفاش نلعب مش خليك مش خليك تفاحش اون بيزو سا ريغا غلوك مارتين فما غلط نتاع سورتو كان نجم ياخذ من سورتو هل سوبر بلوكي وما رجعوش ما عملوا حتى شيء هذيك راك تخلص عليها برشا في الدكان معناها اوموا يهز بالهوب كيك غاديك اوموا خاطر اي هو البنيش نتاعو سير بالهوب كيك ينجم اي فهمت سير 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 هذيك علاش وفي تكان كان تعمل حاجه كما قلنا الجمعه اللي فاتت نفسك كيفاش عاودوا كانك تعمل حاجه هاي ريسك هاي ريوردز وانت ما غاديك ما تبلوكي له معناها ما ياكلش هو الهاي ريسك نتاع الضرب هذيك باش يقعد ديما يعمل فيها خاطر حاجه لازم يكون رسمي توجع وانا مش تخاف فهمت
اوكي والمو هنا الكلاسيك الماجستي رو كونتر كونتر خمسة اوسكار كالعادة مولي بيك متاحهم العاديم بريسك بيبدل اكثر عباد بريسك ما تبدلش سيرار مو من يبدل اوسكار كريتو بدل بدلش جوليا وعمليه المريض عم سامد شو بدل حتى كاركتير ما تكوش واسمه روك ديما اللي فهمت دونك انا ما احكي عليهم كارك سبيشاليست عندهم كاركتير متاحهم كبشي يبدلوهمش دونك يقعدوا يلعبوا يحاولوا اسمه يدبتشي بيهم بلي بوان فور متاحهم بوان فيبل للاخر فهمت دونك اي عاوز نذكروا الرابح هذايا باش يضمن ديجا بلاس نتاع البلاس نتاع الترشح للفينال الكبير دونك اللي يربح هنا ديجا ضمن البلاس نتاع الكاليفيكاسيون برك ما يعرفش اسكو الاولاني الثاني مازال ما نعرفوش اي على الاقل ضمن التوب 2 نتاعو صحيح الماتش هذا تريز امبورطون باش معناها ناحي كومبليت مونستاس تاع ترون انا ساسي ارتحت دونك نراو عنده وين ستريك كبيره فروك 18 وين دونك شوف اسكو اوسكار باش ينحي له ولا لا فاكور تعدى كونتر هي دونك يعمل كومبو نتاعو باك الدماج نتاعو لوك يتعدى كل شيء انتو سلايد اي فرامون تخلو في مخه مين خاطر ديجا السلايد هذيك مش ساهله باش تتعدى لا بوك لا بوك مازال من الاول خذا لوكي نتاعو لاخر فايت خاطر يقول لك مشيش كان طبس خاطر ينجم يولس بلاتيك ويخطك انا بصراحه اي جوت هيت علاش على خاطر في بالي باش ناكل وال ستاندينغ 3 3 نتاع لي ما يستاهلش مره تنجم تاكل تنجم تاكل اش اسكو اوكي اوه في ظهره باهي سايد ستيب ديزاكسيد ديزاكسيد مش باش تمشي اوه نايس بنيش نايس بنيش في بلاصتها في بلاصتها على الاخر تاك تاك شنو اوه تتعدى اوكي ياسر طياره ياسر وول اتاك في بلاصتها جامب وهي اون بيس وول جامب تاعها يعطيها كومبو ياسر حلو عندنا برشا هايلايتس فارامو مره هذه بين حلوه ياسر هي قوه ليك الباكثور اللي يعمل فيها كتوك السيف ديما يعملها ويعاود هذيك قويه على الاخر هذيك كونتر هيت نتاعها نجم يسبامها مرتاح على خاطر بسم الله سيرا صعيب يسبي فينيشا والسباكي في بلاصتو على الاخر كان ليد قوي من عنده فهمت لا حاب يعمل له اوكي تعدى اي قرد قبل ما تولي انبلوكبل السيت اب اي بيه اي بلاس فريمز بعدها جراب تتنحى بيه حاضر في الديفونس اوسكار ايه نقطه باكثور شكون بشير اي ما تعرفش تطور يعني باك فور او كان كان باك 3 هي انا هي اللي جابت الروند فوالا حرب الباك فور فيرسس باك 3 هذيك هي زوز عندهم موفز افيكاس على الاخر كاو لازم يستعملوها مش عمل هاي الريسك نتاع الباك 3 اكثر من الباك فور اكثر هاي. اكثر برشا هذا فهمت في الماتش فما 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 دي كاركتير يبنيشا فاسيل مو معناها تعدى اصلا ديريكت مو يبنيشا أو كم هناش سكرات الكومبو ولا حبي يلعب على لوكي حبي يلعب على لوكي خطره درش أوه الامبلوكبل يتعدى أوه ما هذا ملا مفاجأة بالما فريموها بلاسيلو بالقدي الامبلوكبل اوكي داون تو تتقرده يربح بلاس فريمز ياكل الباك فور من عند لي ماذا شنو بش تعمل توا يا اوسكار أوه ويفيت ملا سايد ستيب بيه سايد ستيب من عند روك هذا يحيط باز الحيط اي نعم الكومبو ما او مالا ديغا عمل فورورد 3 بلس 4 مش في وقتها بصراحه غاديكا ليك مش واحد اكثر لا هاي بهج برب تريت تسرع برشا تسرع عاد تسرع في بر الدم شويه اسمي حاول كيفاش يجيب الماتش شويه نتاعو خاطر دونك بريك قاعد يسيس سبيل وهو قاعد يغلط في غلط دونك حقو اسمي يصبر شويه ويسمع يقدر يروح شويه ماشي اي دونك سايد ستيبس اللي عم فيهم روك حاليا افيكاس على الاخر وبيان بلاسي نعرفش شنو تلاحظوا معايا الاولاد بصراحه اي سايد ستيب جابت البلاسي خاطر يرجع اسمه اوسكار مي سايد ستيب روك عرف باش يعاود ياخذ البلاسي نتاعو لازم ينقش من الاخر نحسو يسرع يحب يبدا دمه ناقص مش قلت سكار هذيك هي كي دمه ناقص يولي يتسرع ياسر يبدا دمه كيما بدا يلعب راي ومرزين ويعرف شو يعمل اسمه الجيم بلاي نتاعو واضح كل شيء كي دمه ينقص يولي ياسر يحب بصح يبدا خايف يحب يعاود ياخذ الادفونتاج نتاعو من بارفوا هذيك تكون لك فتال ممكن دمك ناقص اصبر شوي نجم تلقى حاجه تتحط لازم انت كان لازم الجيم بلاي نتاعك واضح في مخك كان ما عندكش الجيم بلاي واضح في مخك بالرسمي
بغيت تلعب راندوم فيرس فرصة تخسرك فيها معليش علاش حتى شي مش قاعد يمشي فينتي ازور وكل هذا بيك كل عاده انفينيتي ازور هذا مسحق حتى بريدكشن نتصور نورمال في اللي يحب يبعد على على وعلى المشاكل تاعو بون امين قال لك جوست بريدكسيون ازور الان ولا الدو هذيك هي خاطر ظاهر ازور بون ازور الان في الصباح اوكي استاج بطبيعة بشيخ وفيه المسافات لهنا يا اوسكار ولكن في توا اوسكار اي اي دونك حاله بيرفكت مو ويفا قدامه ويرجع له ويف بانيش باهي داون فورورد وان ياخو بيه الروندا اوه حلو ياسر البياج حلو ياسر اعطاه ضربة في الهاي وستيبا بعدها ولانشيه باهي من عند روك اي حلو حلو اجابة باهية من عند اوسكار ما ربحش بها كومبو كبير اما باهية الدول اللي هو حاضر باقي حاب يرزيتير ابك لورسانيك فور في وسط الكومبو اي اي صحيح كيبنيش بها سلايد اي ماجيك فور يكم بعد الكومبو اي مش ماجيك فور مش ماجيك فور عمله اسمه ستانس ما يقلب قلب ما كانت تشيف سلايد هذيك بلوزومون هذيك تشيف تشيف خاطر ينكس قبل مش كما السلايد الاخرى الرابيد اللي ما تجيوش تتفرج يظهر لي خطفوا من الاول ب 4 اب 3 هذيك ولا اي حاجه اخرى حاجه فوقيه اي خاطر كونتر هيت وكمل وراها هذاك الكل بصراحه برشا كومبو خاطر كونتر الجاي كونتر اسمع ماجيك فور ما تجيبش الدمج هذاك اي 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 بتذكر قبل ميغيل كان عنده برشا دمج ماجيك فور ما نرفعه له في الوقت اول سيزون 3 ولا نص سيزون 3 كان برشا مال الدمج تاع ماجيك فور كان ياخذ بلاس فريم تاعو وانا بدا يرجع شوي اوسكار كيبدا عنده اللي فيه يبدا يلعب باسيون شوفوه بعد مستقل تهز بك الدون فور شكله جسمه شكله الدمج تاعو انا تو اسو يبدا دم وناقش بدا يضرب على بعضه اسو يضرب على بعضه ولا سرع هذيك هذيك اكبر غلطه واكبر بوان فيبر نتاعو كان يصلحوا ينجم يكتب الكتاب 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 كيف دمه نورمال يلعب عادي يبدا دمه يسوفي نقص ولا يحب يضرب ينزل ناخذ في السنيك ولا ولا يلزم كيما نقولوا احنا التريث والانتباه حتى مع تعلم ملهاش بيه هذيك هي تثريا ايه ايه نتصار باش ناخذو في ازور اي اي بيان سور اي اف 3 هو دوزا دو زيرو دو زيرو الروك ما نتصارش تبدل ستيج يا ملك انا نتصارش خلي نفس ستيج توفو اكيد 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 نتصار توفو ديما باش يبقى في الفرد ستيج عنده غرام ستيج هذاك دون حتى كي يلعب غادي يلعب ارتاح خاطر يحب يتحرك يحب ياخذ الاسباس يحب يحب ينحي البوتنسيال دماج نتاع نتاع لي لي هو الكاري نتاعو وبعد يحط كارتيت بدا يمرك برشا دماج ولي غارونتي اوكي شكل الكل يحب يرتاح منها عنده الحق راح بارتي كبيره دونك صار المشكله جوست في البوكينغ فرد ستيج راندوم جات في التسجيل راندوم راندوم ليه شو شنو جات في التسجيل راندوم مش مركز اي يلزم يرد باله لهنا بطبيعه مازالت بارتي متواصله باهي باهي فصاع منها نترال جامب يمشي لازم تكون ستريت فايتر زادة في مخك نترال جامب تصلح ما حدا تفكر كان تاكل نترال جامب متاع قيس تعيف حاجة اسمها نترال جامب صحيح 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 في قيس واكوما في تيكن سيت زادة عندهم نفس الحاسيب قيس عنده نترال جامب صاحبي اوكي هنا نرجع كل شيء قاعد يمشي روك كل شيء قاعد يمشي كونتر هيت لانشر باهي ما كملوش روك مازال قاعد مسيطر الى حد الان الروندا عند روك باهي كانترو باك 3 باهي بعيد شويه ما نجمش كمل كومبو اوكي فلوتيه مره اخرى قاعد يتسرع برشا لنا اوسكار لازم نرد باله مره اخرى ويف بانيش المشكله هذيك كاين يصلحها
بالرسمي اللي يجمي بالرسمي يولي يربح مشكلته كي يبدا عنده يتيح له اللايف ليد يولي يتسرع ياسر هذيك الديفو نتاعو تنجم تهبطو اس كي يبدا عنده بالدم باش يلعب كيما معروف ريتا قبيليك طايش في الضربه هذيك يولي يقتل روحه صحيح تو شوفو فاش يلعب بروفيل اموره يعني شوف طب راسو روندا عنده باهي تو شوف وانا روك فهمه قاعد يلعب له يستنى له في الغلط خاطر يعرفوا باش يغلط علاش ثابتو ظاهر الجيم بلاي نتاع روك لان واحد يقدر باش يلعب دي كونتر هيت بارفو نعمل لك دي ساي ستيب واسمه نقعد استنى كي باش تغلط واسمه نلعب لك على غلطه نورمال فيتا منها وسكار من ديسونس بعيد شوي نايس كومبو قبيلي مع روك انا غلط استفيق خرج روك من الجيم بلاي نتاعو انه تشالو كلا الباكتري كان قاعد يستنى راه قاعد يسمع يريد كي تقول الجيم بلاي تريز امبورطون في تكن يسوفيك الجيم بلاي تاعك صحيح يسوفيك تخرج منه تخسر ديريكتور وخاطر كون كي ديسيجن تاعك ما تسمحش ما تبدل ديسيجن صحيح الديسيجن شو ما تسمحش تبدلها ما تبيعها ما نبدلوش خطه ناجحه هذيك هي او حاليا هنا كومبليت مومنتوم عند المومنتوم سوينجز مهمين برشا في التيكين وعندهم حضور ياسر امبورطون خلينا نشوفوا اسكو باش يستغل هذا اوسكار ولا لا عنده لايف ليد ما عندوش علاش باش يقدم ديفونسيفمون واضح يحاول يصطاد اي غلطه باهي دي شوب المره هذيا لا رد بالك اوكي او كونتريت رد بالك بالك من الفروه حلوه راسها تضرب للاسف باهي برشا استغلال الفرص لنا من عند روك مش يتسرع مش كده فما هي ايه مثلا حنقولها تستخدم مش ديما تمشي اذا كان ما تمشي لك لازم ترك بالك جيس راك قاعد راه مع بنت قال طلع مارو يحسب كيما قاعد تحسب انت وانا لعبه نتاع شطرنج غير اسمه 3D تشيس 3D تشيس بطبيعة كورة كو هذيك هي مازالكش تسرع صحيح قاعدة تصير في فيتيس أسرع برشا من العادة ولكن يلزم ديما البيس ماهمش كيف خاطر في الشكل البيس كيف فايتين جيم البيس ماهمش كيف هذا البيس ضرباتك ماهمش كيف فما حسابات أخرى برشا حسابات أخرى سي بور سا الجيم بلان يحكم اسكو شكون أجريسيف شكون ديفونسيف اسكو باش يخليه يغلط هذاك كاسيون تاع لي بي اس في مخك بارك باش تضرب وهذيك راه مفهوم ماهيش مشكل هذيك جوج زيد دونك عندنا المترشح الاول نتاعنا نعرفوه ديجا اللي هو روك جي جي زيد مبروك دونك نعرفوا بالطبيعه من بعديك اسكو باش يترشح في المرتبه الاولى ام الثانيه دونك يستنى على روحه توا في الجراند فاينلز يكون في جي صحيح ضمن كاليفيكاسيون دونك نورمال تنحى ستريس كومبليتمون المشكل هو خيبها البلاصه نتاع على الشابي خاطر تبدا من ستريس خاطر مزيد كيراتيت مرتيت الكاليفيكاسيون نتاعك والسنه باش تعاود كونفيرم الكاليفيكاسيون نتاعك فريمون لازم مونتال كاسح على الاخر هنا دونك باش ينجم يعرف كيفاش يجي دونك انا عنده الوقت الكافي تسليم الجماعي قدام تيزا ضياء حمروني نعاود سبيد كيدني كونتر تيزا كونتر تيزا اسمه نوكتس ستيفي نوكتس نعود ذي اف تي دو ما اسم بتذكره اف تي دو اي كي يدخلوا زوز اكبر من اف تي دو مش مصير ايوه لوزرز سيمي فاينلز ديما نحكي عليه هذا الماتش تصير فيه اغلاط عبد تنسى ديما تنسى مش على مخهم اف تي دو و اف تي دو مي كيما قلت قبليك كان بانداي نامكو تعمل عليها مزية ودونا التوب 8 اف تي 3 خير يعني يظهر لي كثير وفي السليمينج ولي يجب يكون أطول شوية من الجوار نحسها خير ما نعرفش دونك بالطبيعة رحبوا ديما باللي التحقوا بينا وقاعدين تفرجوا مرحبا بكم أينما كنتم نعاودوا نفكروكم بالطبيعة ذي البطولة الوطنية اللي فيها بالطبيعة شكون شي ترشح للفاس فينال باش يلعبوا على البلاصة على اللقب شكون اللي باش يمثل تونس في بالي 2022 بالطبيعة ذي البطولة تحت إشراف الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية نشكره بالطبيعة نو سبونسور توب نيت وغالكتيك وكذلك كل من ساعدنا في الإعداد والتحضير للتورنوا هذايا وأيضا نشكره جنود الخفية اللي عاونونا الكل تحية إليهم الكل في مضمون ديجا ترشحوا قبل وجورين تذكروهم اول جمعه عنا جي ان جي لوكيس ترشح
معها شو اسمه تيزا سباور. الجمعة الثانية عندنا كابيير ريد كايسان ترشح مع ماجيستي ويرو. دونك الجمعة الثالثة دونك ديجا عرفنا اول مترشحين بس نعرفوش الاولاني ولا الثاني هو ماجيستي ويرو. دونك ويستنى نستناو ثلاثة هذوما اللي هما يا فوالا بيد نيز يا تيزا سيسيف نوكتس يا كابسا اوسكار. فوالا فوالا سون كو تيزا اسمها تيزا سيسيف نوكتس وكابسا اوسكار هذه ثالث تورنوا هذه ثالث تورنوا ثالث تورنوا في التوب 8 انا فريمون معناها فهمتي فريمون كونسيستون يعطيهم الصحه كانوا ديما موجودين وديما حاضرين بطبيعه العزيمه هذيا والبيرسيفيرونس هذيا ما تكلل كان بالنجاح تو نشوفوا بطبيعه في التورنوا هذا ولا اللي بعده شنو باش تعطي بطبيعه النتيجه اون بلوس امين كان عاود فكرنا قبيليك بطبيعه اعزائنا المشاهدين انه اعطيناهم لمحه وفكره على الرولز نتاع تورنوا بطبيعه اللي باش يتلعب في جروب ستيج يوم 18 جانفي ان شاء الله بطبيعه باش نعرفوا منه التوكويت التوكويت نتاعنا واللي التوكويت هذاك هو الفينال اللي باش نعرفوا به الشامبيون بطل تونس اللي باش يمثل تونس في بالي هذا نذكر الشانجمون اللي صار انه انا اسمر رابح المنال بطل البطولة هذه هو اللي بيش يكون هون بيش يمثل من تونس في بالي البطولة متاع الياسف في بالي بيش يكون بيش يكون في نوفمبر ديسمبر كان صدقني ربي دونك أنا ريان كبير علق كبير علق ريان في اللعبة هذه دونك عبادكو لازم تركز سيارة كيو دي تشانجمون هنحكيو لي شانجمون اللي صاروا مثل مش لخط لعبتكو بيش تعرفهم دونك ديجا خاطر سي ان بريك اوفيسيال بيش يجيو لي زيمان صاروا اوفيسيال لعبتكو وديجا لي جوار في بالهم عملنا تبديل صغير خاطر صغير باش عباد ترتاح شويه دونك ال سي كيو باش يكون توب 8 يترشحوا مع توب 4 دونك باش نعطيو الشانس للعباد الكل بس مع الفينال الكبيره باش تولي اربع جورات بار بول مع ثلاثه جورات بار بول وفما قاعده اخرى باش تحط تنتبه باش العباد الكل باش اسمها في كل بول اسمها ما تفوتش انا زوج جورات من نفس الجمعيه دونك ماكسيموم بول تقدر تلقى مثلا زوج جورات من التزابق لازم الاخرين يكونوا زوج جورات من جمعيات اخرى دونك باش ما باش تكون هكاك الفير بلاي الناس نحرصوا على الفير بلاي والماكسيموم دونك الكاليفيكاسيون ان شاء الله. اي نعم دونك خويا اسامه كان موجود لا موجود انا موجود ديما موجود بدا نبقى نشوف في حاجه دونك راني موجود اي فوالا على هذاك شنو يعني تعطينا رايك في الكوتي هذايا شنو رايك في يعني الجوريات حاليا شنو امورهم في الكاليفيكاسيون شنو توقعاتك في التوب فكات هذايا شكون اللاعب اللي نجم يحصل على المقعد الثاني للترشح دوزيام بلاس انا نشوف عند شكون اي نشوف عند توفوه معاك نشوف ما عرفش حاليا انا حسب ما اللعب اللي نشوفوه كذا صحيح كنت شكون السر السر كان قدام روك اي خسر اي قدام روك اي ما عرفش كان قاعد عندك معنا الوقت من قبليك مين ولا ما انت من اللي قاعدين نستنى خاطر من قبليك فما مشكلة عنده تدخل وتخرج اي برامو عنده كراش بالطبيعة تم احتساب الوقت بالطبيعة بالنسبة لي هو اذا كان ما رجعش هذيك تولي حاجة اخرى اوكي وديما انت ال 15 مينوت مفوتهم سينا واش ناخذ كيك ما اي بيان سور بيان سور هذيك اذا كان صارت له بطبيعه صعوبات تقنيه عنده هو والله غالب هذيك بطبيعه يكونوا شويه سوبر زاد اذا كان هو عنده مشكله في البي سي ماهيش كونيكسيون خلينا اي لا لا مش مشكله تاع كونيكسيون لا لا القانون واضح القانون واضح خويا مالك اذا كان يصير تاخير فهمتني بعد درجين ينبه عليه وبعد بدرج اذا كان ما رجعش وما لعبش بالطبيعه مشكله من الواحد حاجه اخرى انت كان قاعده كراشي معناتها حتى نكتز كراشيت له معناتها مش مشكله عاد نجم نستنى سون بروبليم يعني قلت لك كل سوبر شويه حتى وصلنا للفينال مش في التصفيات الاولى في الفينال بيان سور تنجم تصير حاجتك باش ما نخسروش الشو ما نخسروش بيان سور هو مازال عنده الوقت انا نتبعه بالطبيعه على زاد خاطر ما كان جات عنده اشكال معناها ديما يتكرر انا شفناه في اللي فاز الاولين راوند 1 و 2 و 3 و 4 بس كو عنده مشكل وقع في الاخر
ميسيرش الاشكال هذا مش اول مره يصير يعني بلعب حاله في ال... على على طول التورنوايات يعني ساعات يصير نعرفوا فما جوريات ساعات الله غالب تكرشي لهم اكثر من غيرهم الجور في حال الجورات الكل اللي قاعده ترى في التورنوا تلعب الجور موجود في حال الجو وانت مازلت موجود في التورنوا حاول ما تسكرش الجو برج اللي يقعد ساخن نقعد السنة طبع حاول تبع سمارت فون نتاعك ما تبعش ايفيتي تسكير الحالة انت كان راهي مرات تنجم تتم تصير لي باك طبعا دونك ومي ايفيتي ديما كي الجو محلول وقعد وقعد تسكر حل سكر حل برف على غالب الجو اللي با بس هي هما اول اكسبيرونس نتاعهم بعدين نمكو على البي سي ميم كو الجو عندهم جديدة مي سي سي لو بومي بورتاج نتاع الجو عندهم سور بي سي دونك عندهم كيلكو زيرور عندهم كيلكو زيرور دونك ومي ايفيتي ديما خلي الجو نتاعك محلول هكا تسخن وكا وتجم تبع بالسمارت فون تاعك بالبركة عندكش مشكلة حتى الجوار موجودين أمين ما عادش موازي قبيلة قاعدين طبقوا القانون وكذا صحيح طبق أما الجوار موجودين عندك معناها في الترونة موجودين ما همش مش همش غايبين معناها ولا متأخرين ولا كذا موجود ما عندك ما عنده أي ما همش عنده عائق أنت مثلا كي نشوفه في ال... مثلا تزاس في نفس موجود في الروم وهو مش موجود في الروم إيه لا العائق مش هو معناه مش تحب يدخل اللعبة أصلاً كبرمجة بتاع اللعبة هي مش حابة تدخله مش غلطه هنا هو موجود اللي بريزون لعب ترونا كامل وصل الفينال وعندك حتى في الأونلاين تشوفه أونلاين تبعث له اللعبة هي متحبش تدخل ما إشكال تقني من اللعبة مش من تقني من إحنا ولا من تقني منه هو فهمني نجم على ذلك ولا نجرب وحنا نعاود نقصوا هذا حلو الروم ولا حاجه والله هذا كاستيم وهذيك جو دونك ما عندهم حتى دخل فيها انا كيمشترك تكراشي له حاجه دونك نعاودوا نفيتيو لي جوار وهذيك هي نشوفوا بالطبيعه شنو باش تعطينا دونك نعاودوا نفكروا الجمهور بالطبيعه يتفرج فينا اللي هذايا الدومي فينال لوزرز بالطبيعه اللي هو اف تي 2 جوري تبدا في بالو ما غلطوش اي افتي دورا وافتي دورا ما شفت ترو دونك يلزم يعدلوا الموجه على الماتش شويه الريتم رابيد وينتبهوا كان قبل كي قد ما كانت كنت دو اسمه تاخذ وقت و 99 ثانيه كانت يدولي في كذا 19 ثواني ما كانش 60 ثواني للراوند سونت اي او تخرج مره اخرى وي نعم يعني راد اسمعني ابعث لك راد ريبوت للبي سي عمل صار ريبوت بي سي وصار ريبوت ستيم ما نعرفش حاسب شنو المشكله بالضبط عنده لا اسمعني قص كومبليتمون انت الجوتر ما نصورش ما عندي انا ديجا انفيتي وعملت مرتين عاد زبنديت مرتين الروم علاش ما يعملش هو الروم ينفيتينا اوكي وديجا قاعد تخرج وجمله ما قاعد تسكر التيكين راه مش البروبليم انا تكي جوت كراش جوت كراش معلش انا تصرخ ناخذ بوست عشان نشوف حكايه ال ما عرفتش قداش هكا العباد انت واحنا نشوفوا البروبليم تكنيك هذا و اي فوالا ناخذ درايجين هكا بوز نتصور وسام ما نعرفش شنو هو شوف الوقت اي هذاك دي مينوت ونعاود نرجع حسيت دونك ستي تيوند وبيرات بارك الولاد لا لا نعاود
او خساري ذو حقص لو حط ضوء يرجع اعطينا يلا سيدي مرحبا بكم ان نرجعوا بطبيعه للمقابله بعد ما ريقلونا الامور الاولاد لهنا تبدا البارتي FT2 ما بين سيفي نوكتس عن فريق تيزا ضد سبيد نيز عن فريق المنزا اي سبورتس. دونك مازال سيفي نوكتس مواصل في الشوا متاع ليو امام ماردك. ابارامون في الجورنيه هذيا الشوا هذيا استراتيجيك بالنسبه لي هو عميز عليه كل شيء. هذا اللوزرز فاينل ولا السيمي فاينل؟ سيمي فاينل سيمي فاينل دومي فينال تاع اللوزر بعد يترشحوا اللي ترشح اللي ترشح منهم يلعب كونتر على الشيبي فوالا يلا راوند 1 اوكي بدينا بجاب فلوت السويب جات بعيدة وتتقرده وفهمش بانيش بداية خفيفة اما البلاكاج وراه برشا ديقا اوكي شنو مرة اخرى اوه تاكل مرة اخرى اي ماذا تفعل يا نوكتيس المشكلة الاغلاط هذو ما مازمش تكثر منهم اوه تعدى الهيت الثاني وتعدى البلاكاج وتنحى هاي لانشر باهي اوكي فما فرامون سيت اب ويفو قدامك اوكي هذي لهم عليك الروحو هاي شواء اوو قردة هاي ياكل ضيع على المستشار بروتا قدامه وما هو ضيع ما ضيعها في الليف سامينا الويف هاي الويف هذاك اوو لانشر هاي بقام على الحيط باهي مرة أخرى برشل واو تدخل ودوان وخطفت فيه رانج لطف رانج هايل وانا ما رسبكتش هاي شو باهي غاديك نورمال يرسبكتيه خاطر هو عنده بلاس فريم دونك ما غاديك ما حبش ياخذ ريسك هذا كان عمل 100 كان يربح هو مردو صحيح عنده لايف ليد كان نجم يخاطر غادي مش مشكل اي ما حبش هيك اللي خاطر تاكل هاي اوكي كومبو باع الحيط نعم مانيش في بلاصه اوكي مرة اكسلون تاكل باور كراش نح باور كراش يتعدى وما كملش ما كملش وراه حتى شيء سبيد نيز دونك خير انه يعمل هذا الكل كومبو اولو لا نايس ويف بانيش شوك شوك مات اي اي لا لا سام فما حتى رجوع لهنا ديجا الهاش بي نتاعو طايح وكلي الريج ارت كامل اوكي مرة اخرى اي كومبو مع الحيط وراها الشارج وتتعدى الكل الجارانتي ديجا كل هيك مع الحيط ياسر مخطر وراها السويب هاي نايس لو ياسر بيرفكت اذا برسيون مخيفة من عند سيفي نوكتس خليته يهز الماتش الاولاني دونك 1-0 حاليا سيفي نوكتس قدم التيزا في الماتش هذايا فكروا اللي هذايا FT2 ماتش بوينت عند ضياء أبارتي من الماتش الجاي شوري FT3 معناتها كيف سوى الماتش الجاي ولا فالفان لوزر والجراند فاينل ما يبش تعديوا اللونج سيتس يعني أكثر فيهم أكثر تركيز وأكثر أدابتاسيون لهنا بالطبيعة الغلطة بحسابها
نشوفوا اسكو سبيدنيز مازال عنده ما يقول ولا لا. كما قلت انت وسام قبل الروندا والماتش القديم مردوك ما تسمعوا وشوفوا حتى كان مازال شعره بيصير ما توفيش عمره عمرنا ما نخليه بطبيعة مردوك خارج الطرح. إنش بانديش يلا يلا اوكي سايد ستيب اوه انت ربطي له التاكل باهية ابارامون من عرش كان اسكو بشي كثر منهم ولا في السبيسينج هذاك في النوترول باهي برشا نحالو التاكل فما شوال باهي وكاونتر لانشر من غادي وبالكوني بريك هذا الكل قاعد يستغل فيهم بالكديه توا نوكتس والباونس كومبو يهز الروندا الاولى نتاعو فما استفاقه كبيره اسامه يراي يتحرك يتشكيك ديريكت اي اي هذاك هو الصحيح امين يتشكي في الكونتر هيت امين انت مش شكل عرفتك اللي ما بعت تهاوي ليش يمشي خو منا والباونس يمشي خو منا كومبو I'm going to go to the first place. وراه الكماله العب سبينيز وراس ما يعرف كيفاش يلعب عارف كيفاش يلعب بكده بكده الفينيش كان ضاع شوية في مش في وقته او دارفورد من بعد كيلومتر رتي شوية قدامه كان نجمي لانشي اما ميسالش اللي حصله مبروك لهنا تريد يمشي في صالح سبيدنيز خاطر ماكليش برشا ديغا وهرب هرب من الضربه اللي اللوطه باهي برشا انا جبت انتي وقت في انت ملا تراب ملا تراب باهي برشا سيفي نوكتس لهنا باهي برشا باهي برشا قاعد دي شوبي بالباهي لهنا سيفي نوكتس والجرانت يمشي في اللانشر قام قومه غلطه سبيدنيز كلي عليها برشا ديغا يلزم يرد باله اوكي قاعد يحاول يستغل دانفورد وان نتاعو صحيح كلمه اي سبيسينج طياره من عند سيفي نوكتس يخليه يتفوق في الماتش هذا جي جيز يظن يتقدم 2-0 سيفي نوكتس امام سبيدنيز جي جيز اللاعبين يعطيكم الصحه بصراحه ادابتاسيون باهي يعملها نوكتس حسب ماريت عرف كيفاش يستغل الاسباس نتاعو قاعد ينتربتي لي زابروش نتاع سبيدنيز باهي برشا في الفاينل لوزر دونك الرابح انا ذاك هو باش يكون ماتش في تروا والرابح هو باش يضمن زاد البلاصه نتاع الكاليفيكاسيون هذه المره الثانيه اسمع ديزا سيفينوكس تلقى روحه في بوزيسيون هذايا قاعد في السمانه اللبنانيه دونك شوفوا اسكو ينجم يقد راح ولا لا اسكو يحاول في الاخر ياخذها التيكي ديما يخلط ما ايوا ديما يخلط الاخر شوفوا اسكو ينحى نشوفوا اسكو يخلط للعين ويشرب ولا لا فوالا هذيك هي دونك بالنسبه توا للماتش نتاعنا مين هذايا نفكروا اللي هو لوزرز فاينلز اف تي 3 ديما كالعاده اف تي 3 هذا اف تي 3 اللي قرفت 3 يبقى يعني ماتش طويل ماتش يلزمه تركيز يلزم يزوز يعدلوا الخطط نتاعهم يختاروا بالباهي بطبيعة ستاجات نتاعهم ويتفكروا انا هما ليبانيش والموفز اللي يلزموا يستعملوهم بطريقة افيكاس دونك وسامة شنو رأيك لنا حسب المعطيات اللي عندك هو انا كما قلت لك باقي نشوف عن توفو ما نعرفش باقي نشوف عن توفو الماتش اللي قبل ما اقنعكش يعني لا مش كيما تفرج انت تشوف انت نوكتس كونتر سبيدنيز مش كيما تشوف نوكتس كونتر توفو فهمت
حيحس. دونك يبدا الماتش. نعرفش كان كونا مالك موجود انه معناته نظم انا في التورنوا خاطر هما يتقابلوا مره الاولى ربحت مركز السنه الاولى وتوا ربحوا بالوينر ربح اوسكار انا في الاوفرال الوين زوز انا دونك 50-50 برشا راهم دونك ولاصون اللي هو قاعد يقعد اسمه كنت اللي هو قاعد يمشي دونك صافي نفس دونك ولاصون انا هي كونترول في الماتش نشوف كيفاش باش يدبتي اوسكار اكسلون اسمه دوك بنيش غادي هو فلوتي بلاستو على الاخر مش خلط بالحيط سماما ممكن اوووو 1 بلاس 2 تخطف مش عملوا دماش خلطوا للحيط اي بعد بعيد شوية اي ساي وول باونس بالكوني بريك مازال توا سيء توا سيء عمل له واحد تخبيق قاعد يعمل في ديبتي راندوم ديبتي راندوم دوك فهمت اسمع من فيزيكال بلوتو دونك قاعد يعبروا في الميت دبت ادابتاسيون باهي على الاخر ما عندوش كيف هذا 3 ميت خطفوا اي اوه هذيك كونتر هيت ابارامون خطفت كليهم الزوز اوكي باس فريم تاعو دونك اوه جابوا الجراب تو ثرو تعدى نزلوا لا بيت كل اي مش خطفوا هومينج مش هومينج ابارامون بدايه تبع فهمت بدايه هو على الاخر اي تصفهم الضربه راه كان خارج كنت انت والضربه وانا قبل ما تخرج الضربه مش قديمه تتبع فيك راه اما يصير في خرج فوق ما عادش تتبعك أبار كيركو ضربت ربنا إيت باك أند فورث في الرسمة للجيم تعرفش عنده شكون كل واحد كل مرة واحد فهمت أوه عارفها فيك دونك أنا أصله على اللانشر أي جينيريك دون فور دون فور نكمل بها الروندة نكمل بها الروندة قلت لكم 50-50 وكل شيء قد قد صراحه ما تعرفش عن تكون انا اللي باش يركز اكثر واحد هو اللي باش يربح اللحظه هذه اوه نايس قداش راهو يتفرج راهو بيان بيتين شويه يا اخي واش تعمل دونك ياخذ لي زانفورماسيون هذيك سي تريز امبورتون انك تاخذ تقعد ديما تفرج تبع تاخذ لي زانفورماسيون تاع يلعب قدامك اوه تيك ماش سميو عنده هاي حلوة انا صبر على الامبلوكو ونايس نايس داك هيلة ديريش برشا بتترك راه مستنيش ديريها على البروسكار اكسيلون دوك من عند ضياء دونك تجيب له الماتش الثاني انا زيرو ماتش هيل بصراحة بداية موافقة زوز لعبوا بالقدا يعطيهم الصحة كملوا يفرجونا في العادة هكيك ماتشويت ليو فرسز اسكا فيهم بزايد فرجة تحسهم جا اسمع ليو ما تريش برشا غطل في تورنوا نسيرا لبشترا ليو في تورنوا اي اي ما بيت ما بيت كل شيء ما منعش ما مش ما دي كده كتير كيكا مش محبوبين رو ما فمش عليه جبون كرابي بتاخدهم وزادة فما شوية زادة يتبع ياسر لها من اوفر برانتيز المتال ما منش بها برشا المتاك يزيس في الفايتين جيم خاطر انت الجوار انت البيلوت اللي تحكم في الجوار انت اللي تسمع ديما اون كونترول تنجم تتقلب شنو قاعد يصير مش سير ليس مش تحكم فيك تربح ولا تخسر فورغيتن ريلو اول مرة اسمع اوسكار يمشي فورغيتن ريلو يختار ستاج فيه بزيد فلورز وحيوت وكذا فهمتني خلينا نشوفوا شنو هو باش يعمل اسكو لهنا باش يبدل الفلسفه نتاعو في اختيار ستاجيت جمله شنو باش تعطينا هذيك في بالي بانش بول ماتش هذا ها بدي ده نسيت والله ما شاء الله كراشي بليك دي حتى 100 كراش عادي تكراش اكزاكتلي هو تكسر بالجراب تو ثرو تمشي دونك قال لك ناخذ الكريسما تيرا هذيا راه ما عنده حكايات فهمت هاي اما بون خرجوا من الكوان ورصات له خسر الروند فوالا ثرو يعني كان خليك تواخر ما كسرت الحيط ما عرفش باش ياخذ الكومبو نتاعو يضل فهمت هو غلط كسرت القاع شنو
لانشر يتعدى هنا اوسكار خاطيك في الميكسوب الكل ياكل فيه موهيت نتاع ما عنده اساس في نفسه ثم فما حتى ثم حتى اسمه ميكسوب عارف باش يغادي اي اوكي بانيش بيه غادي اسمه نفس يعرف باش يبدل الفران اكسلون اكسلون الفران تاعو كل قاعدين 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 تمشي داون فوت تاع تقربش المومنتوم شويه للاوسكار باكري مره اخرى هذا قاعد يتفرج حقه مش ما حط اي ما قدمش برشا اسمه بانيش ضعيف كان مره اخرى لازم يرد بالو زوس قدامه تو باهي برشا لا قاعد ما عرفوش انه وقتاش باش يقدم له اخر السنه فيه باش يقدم غدرو في الدور فيكس اي رابيد زي ما روح الباك فورد وباك لي دوبلو ها ولا مش باك فورد باك فورد تيسي ياخذ الكومبو نتاعو يوصلوا للكواخ بون مازلت بريشر قويه لنا على سيفي نوكتس وباهي الداك مره اخرى يسلك هيلو نفس السيتياسيون وقت في كامل بها الروند المره هذه خرج منها بالخيط اكورو 3 به نورمالمون صحيح نورمالمون صحيح كان ميراتيش نورمالمون صحيح نو راوند حلوه حاليا كامل اللي عند نوكتس ما يضمنش يضيع هذا المومنتوم هذايا وفاين يظهر التيكيم تاع الكاليفيكاسيون مارتين ياخذ الطار المره هذه تكون هي متقدم حاليا ويلزم يركز توا هذا هو وقت التركيز بالنسبه للزوز لاعبين اسكو باش يدبتي لهنا اوسكار عنده اجابه اخرى بوتيتر ما نعرفش كان عنده جوار هو ما يبدلش في العاده ما يبدلش صحيح مش مشكل تبديل ومشكل اسمه تعديل كما قلت يا فقط شيء سي سادبتي بشوي اما بصراحه عجبني الشوا نتاع ليو شوا استراتيجي لا لا يا رفيقي دونك يتواصل الماتش نتاعنا مره ذي حط فلان في الاساس ويف وين البانيش قاعد يلعب بالنار لهنا نوكتس لازم يرد بهالو تعديت الكنكان اصبر نايس حلو لو باري باهي برش اي اوكي لهنا عنده لافونتاج في اللايف ليد قاعد يلعب بالباهي يصبر يحاول يبيتي باور كراش تتعدى و رول في فور تحت فوق اوكي عاود له الميكس اب وبيدو باللو ستانس انتو داون فور اوكي قاعد يحاول يبيتيه يحاول يلعب له على غلط ولهنا لازم يرد باله سيفي نوكتس باهي تخطف كونتر هيت كمل هي الضربه جارانتي باك وان ومن بعد تو تتعدى بعدها الجراب يضربوا له ومره اخرى داون فور اوكي تحسوا بدلوا شويه الريتم نتاع اللو سترايكس هذوكم بدا ياخذ الكونفيونس نايس ريسيت قاعد يدبتي بالباهي لنا اوسكار وباهي باك 3 انت ربطي بها الرانينج 3 نتاع ليو اوكي داش بلوك برشا داش بلوك عند نوكتس ولانشر داون فور 2 كمل الكومبو نتاعو حب يعمل له بيك اب ولكن يراتي الكومبو نتاعو ابارب مو حب يرسيتي هذيك بالريلفي 3 الجراب يتعدى ليه ماذا تفعل صافا في الاخر استغل الفرصه وضربه في الهواء دونك 2-1 حاليا يرجع نو راوند براون حتى روندا ماخذاها حاليا ليو يعني يلزم يلقى حل سريع وعاجل باش يضمن بلاستو في الفاينلز لهنا اوسكار حسوا عنده معلومات داونلوديهم
وقاعد يطبق فيهم، قاعد يفيق بشوية بشوية. هذا اللقاء مشوق ما بين كابسا أوسكار، كابسا إي سبورتس فيرسس تيزا سيفي نوبتس. مازال مازال ماتش متواصل، جيت لعب نتصور هذا يا عريتم هذا يا وسام ظهر لي الاخر رمق متصاب خاطر المومنت نتاعو طلع اوسكار. صحيح انا حاسه نتاع فاينل راوند هذا باش يلعبونا شويه بالعصاب وبالدم ظهر فيهم تيسوا علينا الاولاد الجماهير الكل تحب تشوف ماتش مشوق، تحب تلعب للفاينل راوند. اوكي على فكره نقطه صراحه على ستيج اللي ربح فيه الاولاني، اي هو شوا باهي قاعد مركز مليح في الاختيار بتاع ستاجيت، اضر بدايه حذره باهيه في الماتش هذا ورجع له بالفورد 1 بلس 2 وول باونس كسر البالكوني ويكمل كومبو او الحيط. صب ماهوش اوبتيميزي الكومبو ما خلاش يربح بزيد ديغا. نايس بلوك وبانيش هاي لما عند نوكتس هاي. لا 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 صبر مشيرتين كيما هو اصبر عليك اصبر عليه فوالا هذاك هو اللي صار والبانيش وياخذ الرونده نتاعو. بيشنس وادابتيشن مشيرتين بصراحه حاجه هايله. او نايس مايكرو داك على ضربه الهاي هذيك من عند اوسكار. باك 3 باك 3 باك 3 باك 3 هايله. هيل 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 نايس. نايس حلوه ياسر حصره هايله مع الحيط غاديكا فورد بريسيون هز الروندا بيرفكت نايس من عند اوسكار. ما نعرفش شنو اللي صار شنو بالضبط اللي يدور في 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 مخه توا اوسكار، ولكن اللي يعمل فيه بالرسمي ناجح على الاخر ولازم يواصل فيه. هذه الفاز اللي يدخل فيها نكتس كل تورنوا اللي يولي يبقى نازل كان على الباك وما عاد فاهم حد شيء ويخسر وما عادش فوالا 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 حسه توا قاعد ياسر في الابروش باسيف، يلزم يحاول يشيكي شويه السيتياسيون اللي هو فيها. مره اخرى ثلاثه روندات ورا بعضهم من هذا اوسكار رجوع بقوه 2-2 رغبه الجماهير تلبيت كما قال فاينل يعني ماتش. حتى انا قال الباك 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 انبوت بالرسمي اسرت ما تحسوا يعاد يلعب لك طرح اجريسيف مش نورمال اللي قدام معناتها اللي قدامه يدخل بعض من بعد تو دانكو تحسوا يقعد كان يوخر ما فهم حد شيء ما فهم حد شيء من حد شيء معناتها ويخسر. لهنا لهنا ممكن ممكن فما شانجمون بيرسو، ممكن فما المفاجأة، ممكن مش نتعداو الى الاسباني الاسباني العنيف ميغيل. ما بنتش مادام ماشي مع البيرسوناج غلطو في ستيل دو جو نتاعو هو مش علاش يبدل فيه. اي اي ما فما بوسيبيليتي فما بوسيبيليتي اما مادام الغلطة معناها هو مش في البيرسوناج. هذا البيرسوناج جاب له دو 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 بارتي ولا بيس امور هاني دونك سا بروبليم في هو مش في شو الكاركتير تبديل الكاركتير صار مش ما عارفش تنشوفوا شنو هو بتيتر فما مفيش ايت فوالا ميغيل ميغيل كيما قلنا المفاجاه صارت دو فما زاد كنت نتوقع باش نشوف نوكتس ولكن ميغيل زاد ينجم يعني يبدل معطيات. يب راح نشوفه تورنوا كامل باليوم بعد توا ميغيل ريسك كبير قاعد ياخو فيه نوكتس في نوكتس لهنا نشوفوا الاجابه نتاعو صحيحه ولا لا. هاي و دان فوردوان برشا بوكس دان باك 3 وين واصل حلوه ياسر الكونفيرم فورد 2 باك 3
انتو ني ياسر حلوة. اوي حاليا الشيء قاعد يخلص. اوسكار لهنا تحسوا تقلب عليه الريتم ولكن ديما ها قاعد يبريسي حتى فيه. اوسكار يحب يستدر بالماجيك فور انت اسكا مبريليكو كاريتيش يمين مالتا يا باك فري يا باك فري اي ماجيك فور و باك ثري اوووو باك وان كونتر هيت اي ما هذا الستاب يمشي حلوة ياسر لنا الفكرة من عند نوكتس طيارة روندا عالمية جاء في الست بلايز الكل يا أمين حسب ماريت دونتش يبدأ خايف نسمع اوه ما كملش الدنبا كوان موش يطيح الريتم تاع اللعبة ما دمش شي ماشي آي والله ما خطفتش صحيحة الهوب كيك وقفت قدامه باهي التي شوب نايس نايس ايفيزيف موف اي نايس جيت اب كيك حلوة حلوة الكونفيرم باهي المايكرو داك نايس باهي اوه فلوتيه ما بانيش غالط لاش ما شبه ملاش ما زوز غلطو زوز غلطو اي لا واحد لانشا الاخر وما بانيشيش بصحيح سبرين كيك للأسف يعني جامعة المونكتور زمتاعه ومشي اوه مشي مشي نايس بلوك ايوه هذا يترمى بنار بظاهرين طيب نوكس مش يلعب مرتاح هاي ستريس تورنوع بدأ يعطي مفعوله أبارها لا فرتيق دش ماري كان يجمي ربحها فرشة مرات ممسي حتى مشي رد اسكار يا امين راما انت مش قاعد يلانشي فما وتي لانش باشا قلت تعدد خبيلك ما عملها لاشي هاي اوكي نايس كانسل حلوة برش اولو باكترين حضر في الديفونس انتو كان طبس عليها هو كذا هكا اوكي نايس لانشر نايس What are you doing? وين بانيش؟ لا 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 باك 3 يا رسول الله ملا ماتش فاينل راوند يا إلهي برشا غلاط على فكرة من الشيرتين راهي برشا غلاط وبرشا تشويق شنو باش يصير اوه باهي كاونتر تتعدى كاونتر هيل هاي داون 3 سافر ستانس انتو الحيط مرة أخرى سويب واا رجوع بيرفكت يا إلهي قلبي مع أمين معاش نجم ملا ستريس وملا عودة يعطيهم الصحة جي تي اس يخلط ويشرب من العين الأخ نوكتس إذا يترشح دونك عرفنا زوز مترشحين بتاعنا جي جي أعطيهم الصحة الزوز صراحة ملا ماتش عالمي مع أقل ما يقال حظ أوفر بطبيعة اللاعبين اللي قاعدوا بطبيعة للأسبوع القادم إن شاء الله دونك نتعديو الجراند فاينلز باش نعرفوا شكون الأول والثاني شارو كونتر سفينكتس دونك ماجستي رو كونتر سفينكتس دونك فيزا سفينكتس دونك زوز زيت مزوز كاليفيي اليوم دونك جوست باش يعرفوا الكلاسمون تاعهم الكلاسمون تاعهم هي تريز امبورتون على خاطر في السيدينغ نتاع لي بول في الاخر دونك لازم يكون دونك مش كيما تقول الاولاني مش كيما تكون الثاني دونك سي تريز امبورتون الماتش قد ما كيما تكون الاول ديما تكثر خذ حظوظك اكثر باش تعدى للتوب 8 تقدر تخرج كيما نقولوا من بوتنسيال ما حبيت تنجم تربحك دونك فاسون تحاول تيفيتيهم هذيك سي تريز امبورتون انك تكون الاولاني فهمت دونك شار شوفو دونك نوكس باش نجم يكون الاول لازم يريزيتي الماتش دونك لازم يروح مارسين 2 اف تي 3 وروك جست يكونفيرم ان اف تي 3 ويسمى يكون هو الوينر نتاع اي نعم دونك سيدينغ مهم برشا في الجروب ستيج هذاك وحاليا توا نجم تقول هذيا الجراند فاينلز لتحديد الفيتور يعني اون بلاسمون نتاع الجوريت ديما كي تكون في التيت دو بول نتاعك تكون في بوزيسيون ارتاح بلوز او موا عندك ان بتيت افونتاج يعني باش تبعد على المنافسين اللي اصعب ماشي ديما السيدينغ من يكون في صالحه يكون اسهل ديجا تسمى تولي تيفيتي برشا عباد تولي حتى البرفورمانس نتاعك تولي ديما خير خاطر السيدينغ انت ديما السيدينغ نتاعك احسن ديما باش يتيحولك عباد بوتنسيلمون اضعف منك دونك ديما عندك شونس باش تكون انت
معنى انت اللي عندك لافونتاج عليهم دونك هم اللي بشي اي يلا يبدا الجراند فاينل. اوكي ستار سنو فول من غير حيوت نبدا نلعبوا تو سامبلومون ماتش على الفاندامنتلز، ولكن لهنا البريشر كبيره بدات من عند روك، يلزم يبدل شويه الريتم نتاعو لنا نوكتس. اي ديما الكلمه الاخيره ما يخليش يقولها توا، ديما يجاوب و فورورد فور تقص على الباك ثري متاع ميغيل وياخو بيها الروند الاولى روك، ولكن مازال يتواصل الاتاك من عند سيفي نوكتس. كما تشوف لهنا أسامة وأمين خير انه يكمل بقية التورنوا بميغيل مش بليو، شنو رايكم في الموضوع؟ ممكن يبقى ما سيسي جوار بركي ونجم يجيلو بكاليوم علاش اختاره استيره ونوضه فرزانش يحس روحه بيه ارتاح نوك تاليه وكوه. اي فوالا فما كوتيه ذاك زادا اللي تحس الجوار مشي معاك باش بيتيلو عرف باش يكسروا الرجلاي نوضه اي حلوة هذيك كازم بنشاير تبيرو عادات ضربك سينو مرة اخرى الباك فور فور 3 كملها وراء اللانشر وبعدها دام باك 3 تتقردة ومفهميش بانيش كبير برشا عارش كي النجم يعمل بول كوكوار يمشي نجم يخذاله والله خير هذا ضيع الكمبو متاعه والاخر دونك هو اللي ضيع يقبل ما يرحمش يسا ذاك هو ما يرحمش نفس السنة نايل عام باك وان في بلاصتها كان يمشي شدوا هذيك كيكسن وعرفوا بشي مشي له دونك قاعد يكبسوا له دونك جاوبوا اجابه باهي غادي بالهوبني من بعيد خطفوا بالداون باك وان حلوه ياسر علاش ما يكونيشيش غاديك علاش يمشي على نفس الحكايه هذيك سبحان الله بيتيه بس كافر ستانس ولكن قاعد مش قاعد يمشي في سبرين كيك مشكله كبيره فهمت سبرين كيك تقدر يعني مين ساعات تعطيك بالحق انت والبلاس فريم اللي تعطيهم لك بارفوت تعطيك ينجم ياخذ يبنيش بال 12 شافوا حويجه مش يعمل اي دوز اي دوز سيور صحيح هذا عندك الحق في دوز سيور لا خرجت بكري الدون فور 3 خرجت قبل الجاب يعني غريبه ياسر والله الجو بيزار ما تفهمهاش مش وراه بالرسمي مبرمك سلو موشن مرات تهز وتظبط الجو تبدل لك بروبريتي بتاع حاجه يعني بزاف كيفاش الماتش كنت هي تمشي هاي المفاجئات غير ساره من عند ميغيل هذوك سويب ما لا 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 هي لا شوية تصور ريز رايد لا يرى عملوا نجمي بنيشي فهمت لا 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 فخ به غاديك روك وحصل فريمو جابز وبعدهم الداش كانسل هذيك ورجع نوتر جارد على روحه دونك الديلاي غاديكا زادا اللي عملو كان افيكاس برشا انا زيرو روك دونك كيما قلنا ديما نعوضوها راك تشتري زاتي ومهو تروح لوريز يكون عندك خاطر صعب ديما تصعب عليك المسؤوليه اكثر دونك تو انا زيرو دونك لاخر جوج دو ماتش يفصلوا على التوروا دونك على فهمتوا الاخر لازم يعاود يرجع توا تروا ثلاثة ماتشات اخرين وبعد يعاود يرزيت يعاود يربح مرة اي نعم يلا get ready for the next battle اوكي حط سوق Thank you.
اوكي تاج بلوز وموا مولف بيه خلينا نشوف شنو باش تعطي ال شو هذا اي 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 بدينا من الاول هاي مومنتوم باهي بدا بيه من بعد تقلب بالريتم او فوز قدامو 3 وول باونس وراها الكومبو والجارانتي لا 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 ياسر بكري كالريج درايف ديما ديما نفس الغلطه يعمل فيها اوكي مره اخرى سويب ولكن مره ثانيه تتعدى اللو باري جميله جميله من عند روك او يخطفوا في الهواء ذي بون تعمل سكرو لانشر كي تخطف في الهواء تولي مخترة مره اخرى لانشر والسويب او هل هاتشت كيكس نتاع ميغيل مخترين برشا يا اسامه يعني قلت لك تولي فاهم الحكايه كتاع هاتشت كيكس من بعد خاطرك شفت عملوا لو بيري حاب يعاودها له مرتين عملوا لو بيري جافرون ديال القضيه اي يلزم على الاقل ينوع فيهم شويه اوه تبعته الدم باكوان والفوق لا 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 في باله اختف الكومبو وما هو تلمون ديزاكسيل الضربه ما تبعتوش باركش نايس لاست فريمز بعدها داون 3 يكمل اللانشر وول كيري وصلوا للحيط نص ياسر و يتبعوا ولا 1 2 4 2 هذيك ثالثه ميت كلها دونك يعني سيطرة واضحة حاليا روك الماجستي روك في هذا اللقاء الفاينلز ما بين ماجستي روك وتيزاسي في نوكتس صراحة اداء ممتاز جدا حاليا من عند روك نستناه في استفاقة من عند سيفي نوكتس لا يلزم يلعب على حظوظه في الفيتور يعني البلاصة الأولى ارتح من البلاصة الثانية قد نجم تو ياخذ الدوزيام بلاس نجم بعد في البولي عاد يتيح مع روك مره اخرى فهمت فوالا هذيك هي يعني ديما يلزم تهرب من التورنمنت كيلرز يلا نكملوا حاليا السكور 2-0 للروك مازلنا لهنا مع ميغيل في ستاج هامر هيد اختاروا سيفي نوكتس كالعادة ستاج يحاول يربح فيه ازيد ديجا بون بورتون الستاج بالحيط هو اكبر من العادة من ستاجات الاخرين ستاج فاينل فانتازي 15 يا نايس ويف بانيش تعرفش دخول بقوة لنا من عند دروك ويف بانيش عالمي نايس مايكرو داك حلوة اما ما استغلش ايه ما زربش في البانيش اوكي بداية هو هاو جير لانشر امين لانش باش بغادي كامين ايه امتاك دور بصقين ما كملش كومبو مع الحيط خلص عليه ما هذه الاخطاء قاعد تفرش شد جارد ثيري وكويك صحيح باك ليه بعد ما عملوا وول سبلات عمل جاب هيك لوبيكات مش ديما رو اسمه مش ديما رو مو مش ديما اي فهمت برفوا تبدو مش ديما اي بو هاي تنجم تقول السيجنتشر موف نتاعو على ذاك ديما يستعملها حتى غادي يتلانش هذاك كيف مون 18 خاف من الهاي مين يكملوش الهاي اخو حقو ريسكا ولانشا مين يكملو فنجم يلا الروندا اخذيها روك اللي بعده افارامو مزروب روك مستعجل في هذا في الجراند فاينل هذا هي مازالت اللعبة مازال بالطبيعة مازال انا نشوفو شنو التبديل اللي بش يعملو نوكتس حاليا اوكي قال مازلنا في الطرح نايس باهي الصبر جميل هنا خليه جيب له رون
يلا اومو كسر الكورس نتاع نو راوند براون. اي كاونتر هيت لا اش بان ايه قاعد يسر تورنمنت راوند. اي بيان سور هذايا تورنمنت راوند يلزم يعطي الاجابه بكل سرعه لهنا سيفي نوكتس سينا يتحصل على مركز صحيح. كومبو هذايا شنو يصير او جارانتي وبعدها داون فورد وان نايس يعطي الصحه. اذا روك يتفوق عنا الترتيب متاعنا. اذا في المرتبه الاولى ماجستي روك ثم تيزا سيفي نوكتس هذو مزوز مترشحين متاعنا متاع اليوم. المرتبه الثالثه كبسه مرة في الموقع الثالث المرتبه الرابعه ماجستي مجمعي خامسه اتي بي ابراهيم الازرق خامسه زاد اسمه تيزا رعار يمين سبعه كبير اسمه محمد امين عبد الواحد اسمه جي بوت سبعه زاد كيف ستاد ملك نيلي اسمه ريد جرين ايز. ريد جرين ايز بالفعل هذا هي التوب ويت نتاعنا. دونك راوند 3 من الكواليفايرز للفاينلز تاع تونس بطبيعة البطوله التونسيه في تيكان اللي فيها نعرفوا شكون الشامبيون بتاعنا اللي بش يمثلنا في نهائيات بالي 2022 ان شاء الله. دونك خلي لكم كلمة الزملائي هاتي بنقول هاتي دونك كل عادة نشكره بالطبيعة الحضور الكريم اينما كانوا بالطبيعة في التويتش في الفيسبوك ومن بعد يشوفونا ايضا في اليوتيوب. تحياتنا بالطبيعة من هنا من حافلة التعليق مخاطبكم معز الصفاقسي وأسامة العرعاري وأمين حمدي ومالك نيلي. نوجه لكم التحية بالطبيعة ونشكره بالطبيعة كل من ساعدنا في إحياء هذا البث وتحية بالطبيعة للجامعة توصيل الذات الإلكترونية اللي بالطبيعة مشرفة على هذه البطولة ونشكره أيضا جنود الخفاء اللي عاونونا في نقل البث المباشر هذا. نشكركم اذا مره اخرى ونتمنوا ان نقابلوكم في الاسبوع القادم نفس التوقيت نفس الموعد. يبدا ستريم على 5 متاع العشيه في نفس القناه. ترقبونا الجمعه الجايه نشوفوكم ان شاء الله. الى اللقاء.